بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في ويبينار قسم العظام والكشف النيل للتأمين الصحي. الكورس اللي حضرتكم يعني أعجبتم بيه ووظبتم معانا عليه واستحملتونا، والحقيقة يعني إحنا يعني فخورين إن كل أساتذتنا لم يخذلونا الحقيقة، وعاملين سبورت جامد جدا جدا الكورس بتاعنا، وماشيين بخطه ثابته الحمد لله، سواء على فيسبوك او على الزوم او على اليوتيوب. مواضيع فيري انترستنج، والحمد لله. يعني انا اقول لكم بس، في يعني مجهود من ورا الستار في الكواليس بيتم عشان نخرج لكم بصوره طيبه. الكورس برعايه شركه الكسير، بصراحه يعني عامله تكنيك سبورت عالي جدا، واساتذتنا الكرام بيبذلوا مجهودات ضخمه عشان ينقلكم احسن المواضيع، وكلها ابديتد برضك، لازم تبقوا عارفين التكه ديت كل ابديتد الحمد لله. وطبعا اللي بياخد من مجهود ووقته الكبير بتاعنا استاذ دكتور عاطف تاجي، بارك الله في علمه وفي صحته وفي اولاده وفي اسرته الكريمه، منورنا. طبعا انا يعني النهارده هسيب له يعني نقدم المحاضر بتاعنا النهارده الاستاذ دكتور ماجد سامي، اللي هو من بدايه الكورس معانا في شهر رمضان اللي فات، وهو كان متالق الحقيقه، وهو يعني وعدني ان في حاجات يعني جديده خالص ان شاء الله كلكم هتبسطوا منها ان شاء الله. اتفضل دكتور عاطف. بسم الله الرحمن الرحيم. كعادتنا بنواصل مشوارنا في لاين تيتشينج تحت رعايه طبعا قسم العظام بمستشفى النيل برئاسه الاستاذ الدكتور اسامه عبد الرشيد والفريق بتاعه. بشكر طبعا شركه الاكزير لمساعدتنا ورعايه كل المحاضرات اللي احنا ابتديناها وشغالين عليها. يشرفني النهارده ان انا هقدم اخ اصغر ليا، استاذ الدكتور ماجد سامي، one of the eminent names في الارثروسكوبي شولدر نيز، يمكن سايب لنا الانكل شويه. النهارده المحاضره مهمه جدا جدا جدا، لان احنا هنتكلم عن انجريز كلنا بنقابلها، ومعظمنا قد يكون بيجري هذه العمليه، لكن ايه الخلفيات، ايه التيبس اند تريكس زي ما الدكتور ماجد بيقول، ده كله هنعرفه النهارده في محاضرة أتوقع أنها تكون إعادة الأستاذ الدكتور ماجد سامي قيمة ممتعة إن شاء الله، ربنا يجزيه خير عن وقته وعن علمه. فضل دكتور ماجد. شكرا دكتور عاطف. أنا في الأول طبعا بشكر مستشفى النيل ودكتور أسامة رشيد على الدعوة الكريمة، وبيشرفني دايما أن أستاذي الدكتور عاطف البتاجي يبقى هو التشير بيرسون وهو المودريتنج ديسكشن، وبيواجه الأسئلة وبيوجهني أنا شخصيا لما يحب إحنا نضحي. وبنشكر شركة إليكسير على النهاردة عاوزين نتكلم على الأنتيريور كروشيت ليجمنت، زي ما اتفقنا نبقى جايدد بالحاجات اللي إحنا محتاجينها in our practice. We need to know الأناتومي اللي هيفيدني in my practice، الفانكشن، المود أوف إنجري، how to diagnose ACL injuries, the surgical technique for reconstruction, some tips and tricks, وفاينالي rehabilitation. دكتور اسامه كان طلب مني ان احنا نتكلم شويه برضو على rehabilitation، لان احنا محتاجين نعرف الدنيا بتمشي فيه ازاي. ال ACL عشان اقدر اعمل له proper reconstruction محتاج اعمل restoration of the ACL to its native dimensions، يعني الحجم الطبيعي بتاعه في التيبيال اتاتشمنت وفي الفيمورال اتاتشمنت وفي الميد سبس، الكولاجين اورينتيشن يعني الدايركشن بتاع الفايبرز ارجعه زي ما كان، والانسرشن سايتس هي الاناتوميكال سايتس. واحنا بنتكلم مع بعض هنشوف ايه من دول اللي نقدر نعمله وايه اللي مش هنقدر نعمله، وبالتالي الحاجات اللي نقدر نعملها لازم نعملها كويس، لان دي الحاجه الوحيده اللي في ايدنا، في حاجات هنكتشف انها مش في ايدنا ان احنا نقدر نرجعها زي ما كان. نبدا نتكلم على الفيم. لو مشينا مع البوستيريور فيمورال كورتكس هيكمل بلاين هنا كده، ده بنسميه اللاترال انتركوندايلر ريدج. كل الاتاتشمنت بتاعه الاي سي ال في الفيمر شود بي بوستيريور تو ذس لاترال انتركوندايلر ريدج، يعني في الحته دي مفيش حاجه هتتحط هنا. خلي بالكم لما بقول بوستيريور انا بتكلم على اكستندد ني، لكن واحنا بنعمل المنظار بتبقى الني فليكس،
فالبوستيريور ده هيتحول الى انفيريور يعني ما تحت اللاترال انتر كوندايلر ريدج. يبقى انا عندي الحته دي هي اللي بيمسك فيها الدايركت اي سي ال فايبرز، لازم ابقى انفيريور للريدج ده في المنطقه دي. الحته دي حجمها قد ايه؟ تقريبا 18 ملي في 8 ملي. طبعا احنا عمرنا ما هنقدر نعمل جراف حجمها ريكتانجولر و18 ملي قرب ال2 سنتي في 8 ملي، فانا كدايمنشن اي كانوت فيل ذس دايمنشن. يبقى اتليست اللي اقدر اعمله ان انا احطها ان بروبر اناتوميك سايت، لو مش هقدر احطها ان اناتوميك دايمنشن. تعالوا نشوف الكلام ده لما نيجي نعمل منظار بنشوفه ازاي. احنا بنحب لما نيجي ننظف ننظف الحته الورانيه بريديو فريكوانسي عشان ما ضيعش البوني لاند ماركس ومنها الريدج اللي هو ده، ده هو الريدج. بص احنا بنيجي من قدام خالص، ده الكارتليج اللي انت فاكره النهايه، ده هو الريدج. تيجي وراه في المنطقه دي inferior to this ridge اللي فوقيه، this is the part where you should put the femoral tunnel. يبقى انا لازم اشوف اللاترال انتر كوندايلر ريدج كويس وابقى inferiorly. مفيش حاجه من الاي سي ال should be superior او بمعنى اصح اناتوميكال anterior to the lateral انتر كوندايلر ريدج. طب التيبيال اتاتش ده اللاترال منيسكس، ده الانتيريور هور وده البوستيريور هور. هي اوفال اريا في التيبيال ايمينس بتبدا من عند الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس وتنتهي جاست انتيريور تو ذا بوستيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس. هنا حجمها قد ايه؟ مره ثانيه حوالي 17 ملي ب 10 ملي، ما عنديش جراف 17 ملي. يبقى انا مش هقدر ريستور النورمال دايمنشنز، يبقى على الاقل اجي في السنتر. السنتر هيبقى فين؟ هيبقى هنا تقريبا، اللي هو ايه؟ اللي ده الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس. امشي مع البوستيريور ايدج بتاعه مطرح ما هيقابل التيبيال فوت برينت في نصها، وابقى سلايتلي في اتجاه ميديال، يعني انا هبقى ريستنج اكشوالي على اللاترال بوردر اوف ذا ميديال تيبيال سباين. هو ده النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها. طيب احنا عرفنا الفيمورال بوينت والتيبيال بوينت، ان بتوين الاي سي ال عامل ازاي؟ الاي سي ال رغم انه بيبقى كبير في الفيمورال اتاتشمنت في التيبيال اتاتشمنت بيتحول الى ريبون لايف، يعني عامل زي الشريطه في الميد سبستنس بتاعته، مبطط يعني، مبطط عرضه حوالي 12 ملي لكن سمكه حوالي 4 ملي. يعني لو فكرنا فيها كده كميد سبستنس، الباتيلر تندون جرافت اقرب لشكل الميد سبستنس كدايمنشنز من الهامسترينجز، لانه هو فلات ريبون لايك، ما هواش راوندد سيركولر زي الهامستر. طب ايه حكايه ان الاي سي ال معمول من تو باندلز اللي احنا هنسمعها في كل حته وقد تطلب مننا في بعض الامتحانات وما شابه؟ عشان نتكلم بوضوح، الاي سي ال ما هوش تو باندل، الاي سي ال عباره عن ديفرنت باندلز تويستد اراوند ايتش اذر في اتجاهات مختلفه، تنز اوف ديفرنت باندل دايركشن. لكن فور سمبليفيكيشن بيتقال ان له تو فانكشنال باندلز كوظيفه، واحده منهم بدأ انتروميديالي في التيبيا وراحة فيري بوستيريور واتجاهها فيرتيكال، يعني عدلة مش مميلة. يبقى بدأ انتروميديال في التيبيا وراحة فين؟ في الفيرتيكال وبوستيريور في الفيم، وواحدة بدأ بوسترولاترال في التيبيا وجاية مور هوريزونتالي اورينتد في الفيم. يبقى كلمة انتروميديال وبوسترولاترال باندلز دي فانكشنال باندلز مش اناتوميك باندلز، وبتتقال على التيبيال اتاتشمنت، هم انتروميديال وبوسترولاترال في التيبيا. لكن في الفيمر الانتروميديال هتبقى الموست بوستيريور اند مور فيرتيكال، فيرتيكال يعني زي كده واقفه على حيلها، في حين ان البوسترولاترال از مور هوريزونتالي اورينتد. ايه قيمه الكلام ده فانكشنالي؟ ان الانتروميديال باندل اللي هي اللي فيرتيكال دي هي اللي مسؤوله انها تكنترول الموفمنت اوف ذا تيبيا انتيريورلي اون ذا فيم، الدايركت فورورد موفمنت، في حين ان البوسترولاترال باندل الهوريزونتالي اورينتد هي اللي مسؤوله عن الاستابيليتي وذ روتيشن. يعني انا لو عملت جرافت ماشيه في اتجاه الانتروميديال باندل بس، فيرتيكال جرافت يعني، هفحص العيان كانتيريور درور هلاقيه فيري ستيبل، لكن هيقول لي وانا بلف بغير اتجاهي رجلي بتخن. ليه؟ لان انا ما عملتش هوريزونتالي دايركتد جرافت، فيبقى لازم يبقى في جزء منها هوريزونتالي دايركت. ده فور فانكشن، لكن ذيس از نوت ذا ترو اناتومي. الدبل باندل حقيقه ده اوفر سمبليفيكيشن اوف ذا اناتومي، الاناتومي الحقيقي بيقول ان الاي سي ال ده ديفرنت باندلز تويستد اراوند ايتش اذر، بحيث ان اللي بادئ انتيريور في التيبيا هينتهي بوستيريور فيمر والعكس، وفي منهم فيرتيكال وفي منهم هوريزونت. دي الجرافت، لما باجي بعمل الجرافت انا بحب اعملها كده، يعني ده مش شرط طبعا، لكن اي لايك تو تويست سترينج اراوند ايتش اذر بالشكل ده. بصوا لما بحطهم في المنظار بيبقى الشكل عامل ازاي؟ as if ان انا عندي تو باندلز، هما مش تو باندلز ولا حاجه،
هم مجرد ان هم باند فايبر اراوند ايتش اذر نفس الشكل جربت لما حطيتها ادت المنظر ده. احنا بنشوفه ان تو باندلز واقتنعنا ان هم باندلز اكشوالي دي ار ديفرنت فايبرز تويستد اراوند ايتش اذر. ادي الجرافت بنحضرها كده ولما نحطها جوه الركبه دي بعد ما عديناها وثبتناها بصوا لما نيجي نسحب نفتكر ان في باندل قدامهم ده هو كل الموضوع ان هم ملفوفين على بعض. يبقى احنا عرفنا كلمه الدبل باندل دي جت منين وان هم فانكشنال باندلز وان القصه اناتوميكالي اصعب من كده شويه. طب الكلام بقى على الفيمورال اتاتشمنت ما دام هي باندلز ايه الكلام الجديد؟ الكلام الجديد ان انا عندي الدايركت فايبرز ماسكه هنا جاست انفيريور لللاترال انتركوندايلر ريتش اللي هم دول وبيطلع منهم شويه فان لايك اكستنشنز لغايه ما بتوصل للارتيكولار سيرفيس بوستيريورلي اللي هم بنسميهم دايركت فايبرز. يبقى عندي دايركت فايبرز وطالع منهم شويه فان لايك اكستنشن بنسموهم ان دايركت فايبرز. انا عاوز في الريكونستراكشن ريكونستراكت الجزء دايركت فايبرز. العيان ده حظنا فيه كويس دي ركبه يمين واحنا بص انترو لاترال بورت ما كانش مقطوع من الاتاتشمنت اللي هو الموست كومن سايت اوف انجري كان مقطوع ميد سبستنس. فلنا الفيمورال ستامب بصوا بقى احنا جايين من قدام راجعين لورا لقينا اللاترال انتركوندايلر ريدج اهو انفيريور ليه لقينا مين النورمال اتاتشمنت اوف ذا اي سي ال فايبرز. يبقى هي كلها بوستيريور او انفيريور يعني لان الركبه متنيه للريدج ولما ارفع الدايركت فايبرز لقيت وراها ايه يا جماعه فان لايك اكستنشنز زي ما احنا شايفين واصله لغايه الارتيكولار سيرفيس بوستيريور. يبقى دي الدايركت والاندايركت فايبرز اوف ذا فيمورال اتاتشمنت. طب التيبيال اتاتشمنت التيبيال اتاتشمنت سي شيب يعني ما هوش اوفل ولا حاجه هو سي شيب معناه ان اللي في النص هنا فاضي. السي زي ما احنا شايفين بادئه من الانتيريور بارت اوف ذا انتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس ومنتهيه عند البوستيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس يعني ما فيش اي سي ال فايبرز هتبقى ماسكه ورا البوستيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس ومعظم الاي سي ال فايبرز ماسكه مور ميديالي في التيبيال امينس يعني اقرب للميديال تيبيال سباين عن اللاترال تيبيال سباين. اكشوالي احنا بنقيس اللاترال بوردر اوف ميديال تيبيال سباين وده اللي بنعمل عنده النقطه اللي عاوزين نطلع فيها في التيبيال تان عشان نبقى في نص دي زي ما اتفقنا هنحس فين البوستيريور ايش اوف ذا انتيريور هور وامشي معاه لغايه اللاترال بوردر اوف ذا ميديال تيبيال سباين ودي النقطه اللي هطلع فيها. ادي الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس ده البوستيريور ايتش بتاعه هاي معاه لغايه ما يقابل التيبيال فوت برنت يبقى دي النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها كتيبيال ايتش. يبقى ده الاناتومي اللي انا عاوز اعرفه اللي يهمني في الريكونستراكشن. في شويه فاريشنز مش هتفرق معايا كتير هل هي على شكل سي الاتاتشمنت في التيبيال امينس ولا على شكل جي ولا على شكل سي جواها سي صغيره لكن في الاخر انا ما بعملش الشكل ده اي كانوت ريكونستراكت الشيب ده وانا بعمل ريكونستراكشن اي كان اونلي ريكونستراكت ذا سنتر اوف ذا تيبيال فوت. كمان التيبيال فوت برنت اكبر من اللي انا متوقعه يعني هنا الانتيريور هورن لاترال منيسكس ده البوستيريور هورن وده الانتيريور بورت بعد ما بتخلص الدايركت فايبرز بيحصل منها فان لايك اكستنشنز طالعه قدام لغايه الانتيريور كورتكس تقريبا زي ما كان بيحصل بوستيريورلي في الفيمر بيحصل انتيريورلي في التيبي عندي برضو indirect fibers يبقى دي direct وفي fan like extensions اللي نسميها indirect fibers. تعالوا نشوف هنا كده ادي اللاترال منيسكس ده البوستيريور ايدج بتاعه ادي كل دي التيبيال فوت برنت وادي الانتيرور هورن بص كل دي اكستنشنز بقى طالعه لغايه قدام خالص لغايه الانتيريور بارت اوف ذا انتيرور هورن اوف ذا لاترال منيسكس. الميد سبستنس عامل ازاي؟ اتفقنا انه ريبون لايك عرضه حوالي 12 مللي لكن مبطط سمكه حوالي 3.5 مللي برضو بالراوندد جرافس ما اقدرش سيميوليت الميد سبستنس الاقرب ليه هو الباتيلا عن السترينج كميد سبستنس. البلاد سبلاي بيجي منين؟ بيجي من الميدل جينيكوليت ارتري واللاترال والميديال انفيريو جينيكوليت ارتريس النيرف سبلاي. الاي سي ال ما فيهوش بين ريسبتورز يعني انا لو حصل لي اي سي ال تير البين اللي موجود مش بسبب البين ريسبتورز ال في الاي سي ال البين النيرف سبلاي اللي موجود في الاي سي ال ده مسؤول عن بازو موتور فانكشن. الاهم منه ان في بروبريو سيبتورز يعني ايه بروبريو سيبتورز؟ الحاجات اللي بتدي السنس اوف بوزيشن الرافيني ريسبتورز الباسيني ريسبتورز والجولجي لايك ريسبتورز موجودين فين؟ موجودين اساسا عن الفيمورال والتيبيال اتاتش ودول اللي بيدوا السنس اوف بوزيشن يعني الركبه وهي بتغير اتجاهها من غير ما افكر بيبقى في سنس اوف بوزيشن على طول بيوصل للمخ انا وضعي ايه
بحيث ان لو حركه مش مظبوطه هتحصل بيحصل ريفلكس ارك والعضلات تنقبض وتصلح الوضع ده، ودي حاجه بتحصل لنا مع ايفري موفمنت الطبيعي بتاعنا. عشان كده انا حابب ان انا احافظ على الريسبتورز دي، لان انا لو شلتها مش هترجع تاني وهيبقى دايما مشكله في السنس اوف بوزيشن. فعشان انا مش عاوز اشيل البروبيوسبتورز اللي في التيبيال والفيمورال اتاتشمنت غير لو انا مضطر. يبقى البروبيوسبتورز دي هي اللي مسؤوله عن حاجه بنسميها الاي سي ال ريفلكس، ودي حاجه شغاله طول الوقت. عشان كده اللي عنده رفش الاي سي ال ومش موجودين بيبقى عنده الفيدباك ده مش موجود، وعشان كده بلاقي عنده كوادريسبس ويكنس، لان نورمالي الكوادريسبس عماله تشتغل مع الاي سي ال ريفلكس وكونتراكت. نرجع للنقطه المهمه، ايه اللي انا اقدر اعمله في الاي سي ال كونستراكشن؟ هل اقدر ارجع السايز والدايمنشن بتاعه التيبيال والفيمورال اتاتشمنتس بشكلهم الريكتانجلر او سي شيب كبير؟ مش هقدر. هل هقدر ارجع ان هو بادئ كبير وبعدين هيبقى ريكتانجلر وبعدين يبقى ريبون لايك في النص وبعدين سي شيب في التيبيال اتاتشمنت؟ برضه مش هقدر. يبقى اللي هقدر اعمله هو تو ريستور ذا سنتر اوف ذا اناتوميك اتاتشمنت سايت، دي الحاجه اللي في ايدي والمفروض يعني ما غلطش فيها. هل هقدر ريستور البروبيوسبتورز؟ مش هرجعهم مع الجرافت اللي بحطها، يبقى احاول احافظ على اللي موجود. وفي الاخر هقدر ريستور بلاد سبلاي، يبقى احاول احافظ على اللي موجود. الاي سي ال الفانكشن بتاعه ايه؟ It is the primary restraint against anterior translation of the tibia relation. كلنا عارفين المعلومه دي. وهو secondary role بيريزست الانترنال تيبيا روتيشن وويك secondary restraint للني ارس وفالجاس موفمنت. عشان كده كلنا عارفين لما بنيجي نبحث الكولاترالز بنبحثهم in full extension وبعدين بنبحثهم في 30 درجه فليكشن عشان تو ابولش الرول بتاع الاي سي ال ويبقى ايتد تيستنج للكولاترز. المنجري الاساسي هو دايناميك فالجاس لود اللي هي الرجل الثابته. انا برفع الكوره بالرجل دي، يعني وينج مثلا برفع الكوره، الرجل الثابته دي وهي فليكس بتخش في فالجاس، ومع الفالجاس هتخش في اكسترنال روتيشن في التيبيا وميديال روتيشن في الفيما، ويحصل الاي سي ال تير. ممكن يحصل في كونتاكت ونون كونتاكت انجريز، ممكن يحصل حاجات ثانيه، سادن لاندنج، لعيب باسكت بينط ونازل بالبيفوتنج، تغيير اتجاهات سريع، او واحد خد دايركت بلو ذا تيبيا. عشان كده مثلا في الكوره بيخش في لعيب من ورا ويقوم رازعه جامد، ده كارت احمر. الكلينيكال بيكتشر العيان هيبريزنت ايه؟ بين. البين جاي من ايه؟ احنا اتفقنا الاي سي ال ما فيهوش نيرف سبلاي، بيدي بين، احساس البين. امال جاي منين البين؟ جاي من الهيمو ارثروزس والاسترتش اوف ذا كبسول، جاي من الاسوشيتد كابسولار انجريز، كوندرال انجريز، انيسكال انجريز، لو كرف. في بيقولوا ان بيحسوا بوبينج سنسيشن، ركبه هتورم، وبعد كده ما هيتحرك ممكن يبدا يشتكي من جيفنج واي، ان ركبته بتخونه. عاوزين بس نتفق ان مش كل عيان ركبته بتخونه يبقى اي سي ال. الجيفنج واي ده اي ليجامنت تير في ني هيعمل جيفنج واي. الريكارنت باتيلر ديسلوكيشن، وممكن العيان ما ياخدش باله بتخلع وترد، هو بس في حركه معينه رجله بتخلع، دي جيفنج واي. الكوادريسبس ويكنس هيدي جيفنج واي. واي اكيوت شارب بين حصل في لحظه في الركبه بيحصل معاه اسمها ريفلكس كوادريسبس انهيبيشن، ترخي العضله مره واحده وهيحصل جيفنج واي. فما نقولش ان اي جيفنج واي يساوي اي سي ال. بنفحصه ازاي؟ احنا طبعا عارفين الاكمن تيست مثله ان تقدر تعمله في الاكيوت كيس وفي شويه بين وسويلنج عكس الانتيريور دور، 30 ديجريز اوف فليكشن، بنشوف الانتيريور ترانسليشن قد ايه وبنقارن بالناحيه الثانيه. من الحاجات اللي نبقى عارفينها كلمه سوفت وهارد اند بوينت بتتقال على الاكمن، على الاكمن تيست. الانتيريور درور ما فيهوش حاجه اسمها سوفت وهارد اند بوينت، في بلس 1 بلس 2 بلس. الاكمن اسف الانتيريور درور تيست اهم حاجه الحركه دي. الثامب ده احس بيه فين؟ الميديال تيبيال بلاتو، لازم اتاكد سلايتلي مور بروميننت عن حوالي 5 مللي عن الميديال فيمورال كوندايل. يبقى انا اتاكدت ان انا في نيوترال بوزيشن، مش بادئ من بوستيريورلي ساك تيبيا وبشدها لقدام وفاكر ان ده بوزيتيف انتيريور درور في حين ان هي بي سي ال انجري. يبقى لازم اول اتاكد اللي هو الثامب ده، اتاكد ان التيبيال بلاتو المارجن بتاعه از مور انتيريور عن الميديال فيمورال كوند، وبعدين ابدا في 90 درجه اتاكد الهامسترينجز وانا حاسسهم بصباعي ان هم ريلاكس من هنا، احس الهامسترينجز العيان شادد، وابدا اعمل الانتيريور دروب. في سويلنج جامد وفي لوكد ني مش هيبقى بوزيتيف معايا. البيفوت شيفت احنا عارفينه اللي احنا بنعمل انترنال روتيشن لودنج وفالجاس، هو بيبقى سبلاكس انتيريورلي
وانا بتني بيحصل له ريدكشن بالاليوتيبيال باند ويبقى البيفوت او الفالكرام على الام سي ال، عشان لو الام سي كومبليت تير مش هيدي بوزيتيف بيفوت شيفت. لازم افحص الكولاتر، افحص العيان وانا بشوفه وافحص العيان وقت العمليه اندر انستيزيا قبل ما ابدا. ليه؟ لان انا لو عندي ميس الانجري مع الاي سي ال وعملت الاي سي ال بس ات ويل اند فيلير بعد قليل من الوقت. الميس ليجمنت انجري از وان اوف ذا موست كومن كوزز اوف فيل اي سي ال ريكونستراكشن. يبقى هفحص الكولاترلز الفيروس والميجا ستريس تيست وهفحص البوسترولاترال كورد. العيان ده كان جاي يعمل اي سي ال ريكونستراكت، اللاكمان تيست بتاعه is positive، الانتيريور دروور تيست بتاعه is positive، لكن ده لوحده مش كفايه. بصوا اللاترال كولاترال ليجمنت بتاعته طبعا ليه ان فول اكستنشن، لان الاي سي ال مقطوع، لو ما كانش مقطوع كانت محتاجه 30 درجه عشان تبان. لو اف اي ميست اللاترال كولاترال ليجمنت انجري دي يبقى وعملت اي سي ال بس ات ويل فيل. نيجي للراديولوجي، ايه اللي بنشوفه في الاكس رايز؟ مش حاجات كتير طبعا، كلنا عارفين السيجوند فراكشر اللاترال ريم ابالجن، وان ده اولويز اسوشيتد ويز كومبليت اي سي ال تير او لو في تيبيال امينس ابالجن. نيجي للرنين بقى، الرنين في حاجه اسمها دايركت ساينس وحاجه اسمها اندايركت ساينس. الدايركت ساينس ان ديسكونتينيوتي اوف اي سي ال فايبرز مش مكملين من التيبيا للفيمر، او فيهم سيجنال ايريجولاريتيز. يعني ايه يا جماعه؟ في كلمه دايما بنشوفها في التقارير فازي اي سي ال، اي سي ال سبرين. النورمال اي سي ال از نوت فازي، وبالتالي السيجنال ايريجولاريتيز اللون الوايدند جريش اي سي ال اللي بتشوفه ده ذيس از ان اي سي ال انج. الانتي نوتش ساين يعني هنقولها دلوقتي، الاي سي ال بدل ما هو فيرتيكال طالع ماسك في الفيمر هلاقيه بقى الانجل بتاعته اتغيرت، والبارشال اي سي ال تيرز هنتكلم عليه. وعندنا تو ان دايركت ساينز اللي هما الباكلينج اوف ذا بي سي ال والبون بروس. ده النورمال اي سي ال لونه ما هوش فازي، الدايركشن بتاعه عدل طالع من التيبيا واصل للفيمر فيرتيكال، البي سي ال مشدود ما هوش باكل ما هوش كوما شيب، والمفروض اشوفه اتليست ان تو كاتس وساعات ثلاثة، ما شوفوش ان وان كات. لو لقيته مش واصل للفيمر خالص واقع في الارض كده الاي سي ال، يبقى ده ديفينيت ديسكونتينيوتي في الفايبرز. لو لقيته فازي والدايركشن بتاعه مميل ورايح ورا بدل ما يمسك هنا في الفيمر بقى ماسك على البوستيريور كابسول، يبقى ذيس از اجين اي سي ال انجري. ساعات بس ذيس از نوت كومن الاقي الانتيريور ترانسليشن اوف ذا تيبيا اون ذا فيمر، ده اللي بنسميها الامتي نوتش ساين. في الكورونال فيو في اللاترال المفروض هنا اشوف فايبرز بتاعه الاي سي ال ماسك، لو لقيت الدنيا فاضيه وفيها فلويد مكانها يبقى ده معناه انه اتقطع من الفيمورال اتاتشمنت، ودي اللي بنسميها الامتي نوتش ساين. البون بروسس كلاسيكالي بتاعه الاي سي ال تير موجوده في اللاترال في الميد فيمورال كوندايل والبوستيريور تيبيال بلاتو، ميد وبوستيرير. اجين لما تشوف المنظر الفازي حاجه بسيطه ماسكه والباقي كله رايح عند البوستيريور كبسول والدايركشن اتغير الانجل وقعت لتحت، ذس از ان اي سي ال تير. حتى لو شفت فايبرز صغيره ستريتش يبقى الباقي كله ستور، ده اللي بنسميه باكل بي سي ال، تلاقيه بقى كوما شيب. ليه؟ لان الاي سي ال لما اتقطع راح لازق في البي سي ال فزق فخلاها باكل او كوما شيب بي سي ال. الحته دي بس هي اللي ماسكه وكل الفازي اللي رايح ورا ده مقطوع. في حاجه بنسميها تريكي اي سي ال انج. العيان ده نفس العيان اللي هي الفيديوز بالاشعاعات كلها نفس العيان، في اس شكله كويس قوي اهو بس ان وان كات، ان وان كات الكات اللي قبليه واللي بعديه واضح ان الاي سي ال مقطوع، فهو مقطوع ولا مش مقطوع؟ الاي سي ال لازم اشوف مور ذان وان كات. لما بيبقى سيمتوماتيك بيشنت اي نو ذيس از وات وي كول بارشال انج. العيان ده سبيسيفيكالي يعني ده المنظار بتاعه، بصوا لما نيجي بقى نبص عليه هو رايح بوستيريور خالص لاكس، ورايح ماسك فين؟ ماسك تقريبا في المكان اللي ماسكه فيه الاندايركت فايبرز، يعني فيري بوستيريور في الفيبر مش ورا الريدج على طول، ده ورا خالص. ممكن تبقى اوضح شويه في الفيديو هنا اهو، مكان الريدج المفروض الاي سي ال يبقى هنا، ده الريدج اسف المفروض. بص هو رايح لازق فين؟ لازق ورا خالص عند الاندايركت فايبرز، يبقى ات از جوينج فار بوستيريور عن المكان الطبيعي بتاعه، بقى هنا مطرح ده الاي سي ال اللي انا كنت شايفه هنا شكله كويس. محتاجين نعمل اي سي ال ريكونستراكشن للعيان اللي اي سي ال بتاعه مقطوع، ده هيعتمد على كذا حاجه، هيعتمد هو سيمتوماتيك ولا مش سيمتوماتيك، هيعتمد على الايدج، يعني اللي عنده كومبليت اي سي ال تير وعنده 20 سنه ويقول لك ما تفلتش مني اصل انا ما بلعبش رياضه، بس هاي ريسك ان يحصل له بعد كده منسكال تيرز وكوندرال انجز، فهنصحه ان ده احسن. لكن لو مش سيمتوماتيك ومش مضايقاه وزي حالاتي كده يا ليت فورتيز، خلاص افهمه ان في انكريس ريسك اوف منسكال تيرز، لكن يعني ما دام مش سيمتوماتيك خلاص. طبعا الاكتيفيتي ليفل يعني لو حد كبير خمسينات واتليت
والني از نوت ارثريتك وبيشتكي من الاستابيليتي طبعا هيعمل. لو معاه اسوشيتد ليجمنت انجريز او منيسكال تيرز ان نان ارثريتك ني اتس انديكيتد، لان الني دي هديتيريوريت بسرعه جدا. لو هعمل له عمليه اعملها امتى؟ لازم اتاكد ان مفيش افيوجن، يعني ما اجيش على سول الني واشتغل، لان الريهابليتيشن ده العمليه بتبقى صعب وهنخش في ستيبس. يبقى العيان محتاج ان مفيش افيوجن، بيجيب جود رينج اوف موشن، واهم حاجه انه بيكون بيجيب فول اكستنشن، مش لازم يكون بيجيب فول فليكشن 90. طبعا غير لو كان لوكد ني ديو تو باكيت هاندل من الكير هضطر اشتغل على طول لانه مش هيجيب فول اكستنشن. ما اشتغلتش على ويستد كوادريسبس، لازم يعمل لها يبقى جود كوادريسبس باور. لو الشروط دي موجوده البيست ريزلتس عشان ما يحصلش كونترال انجري تو جو اس ايرلي اس بوسيبل. الناس بتقول ان 1 مانث، ناس بتقول ماكسيمم وذين 3 مانثس. عشان اعمل سكسسفول اي سي ال ريكونستراكشن محتاج شروط. استخدم جرافت اوف سفيشنت سترينث، احطها في اناتوميك اتاتشمنت بوينتس اللي منعها، اعمل لها بروبر فيكسيشن في التيبيا وفي الفيمر، واعمل بروبر ريهابليتيشن. الجرافت اوف تشويس دي لازم تبقى سترونج ريدي ايزي تو باس، طولها ما فيهوش مشكله. انا محتاج طول قد ايه؟ مش اقل من 8 سم، لو وصلت ل 9 بقى مستريح اكتر، لكن من اقل من 8 مش هعرف اشتغل، ابقى فايد. الدونر سايت موربيديتي تبقى مينيمال، ودي يبقى سهل ان انا اعمل لها فيكسيشن. ايه الجرافتس اللي عندنا؟ طب قدامهم واشهرهم هي الباتيلر تندون اللي بنسميها بون تندون بون جرافت، حته من الباتيلا باتيلر تندون وحته من التيبيا. هي في النص ريبون لايف زي الميدسر بتاع الاي سي ال، ميزتها انها حته ضخمه كبيره، لما تخش في الفيمورال تانل وفي التيبيال تانل هيحصل بون بون هيلينج، وتش ثيوريتيكالي. مشكلتها ايه؟ ان الدونر سايت موربيديتيز عاليه، الانتيريور ني بين بالذات مع النيلينج. اخلي بالي وانا باخد من الباتيلا خش بالمنشار 45 درجه سلانتنج، لو دخلت عدل كده ممكن تكسر الباتيلا. الهامسترينجز عشان الدونر سايت موربيديتي اسرع بكتير واسهل في التعديه لان هما سموث، احنا بنفضل نستخدم. هناخد الجراس والسيمي تندينوسس الاثنين، وكل واحده تتعمل دبل، عندنا كوادرو. في بعض الاحيان ممكن اخد السيمي تندينوسس بس لو طولها طويل واعملها تريبل على نفسها. فيري سمول سكار، يعني قد، يعني شايفين دي عقله صباع، انا حاطط صباع اهو، هي عقله صباع، واقدر اعمل بيها سنجل باندل دبل باندل، اعمل اللي انا عايزه. جرح صغير، لو هتعمله صغير كده ممكن تعمله فيرتيكال، لو هتكبر عن كده ما تعملوش فيرتيكال، لان فرصه انك تعور الانفرابيتيلر برانش سابينس نيرف عاليه فخليه بيك. فهو جرح صغير. اللي بفتحها دي السارتوريوس فاشل، لما بنقول اس جي اس مش معناها سارتوريوس تحتيها جراسلس تحتيها سيمي تندينوسس. انا عندي جراسلس بروكسيمالي وسيمي تندينوسس ديستالي، والاثنين انفلوبت ان مور سوبرفيشال اسمها السارتوريوس. لما بفتحها هقدر اطلع ادي الجراسلس وادي سيمي تندينوسس، ودايما اطلع التو تندونز قبل ما تبدا الهارفستنج عشان ما تقطعش واحد فيهم. ولما تبدا هارفست ابدا سيمي تندينوسس الاول، انك لما بتبدا بالجراسلس في بينهم كونكشنز، هتلاقي سيمي تندينوسس سقطت مور ديستالي وهتقعد تتعب عشان تطلعها تاني. خلي بالك السيمي تندينوسس في كونكشن دايما بيبقى واصلها بالميديال هيد اوف جاستروسنيميس، ما طلعناهوش وقصيناه ودخلنا بالستريبر قطع بدري، وبعدين نقوم داخلين بالستريبر واخدينها. بتعلق الجرافت على صباعك كده وتقوم داخل بالستريبر شد وجذب، يعني تخش وتطلع كده، ما فيهاش لما تلاقي مقاومه يعني ارخي واطلع كده عشان تطلع معانا بالطول اللي احنا شايفينه ده. خدنا السيمي تندينوسس، هناخد الجراسلس، وبعد ما خلصنا القصه دي هنفصلهم من عند التيبيا. خد از ماتش بريوستيوم از يو كان، هيديك طول، ولما بيتحط في التانل بيحسن الهيلينج. اخيرا الجرافت اللي احنا ما بنستخدمش كتير رغم انها فيري جود جرافت، هي كوادريسبس تندون. بناخد حته من الباتيلا مع الكوادريسبس تندون، الحقيقه بيديني طول وطخ احسن من الباتيلا تندون، و ب كوموربيديتيز كانتيريور ني بين اقل بكتير من تندون. وممكن لو سبته وقسمته اثنين اقدر اعمل بيه دبل باند ريكونستراكشن. بره بيستخدموا الاليجراكس اللي من الكاتيفرز، ممكن بون باتيلر تندون بون، ممكن تستخدم بون باتيلر تندون بون كوادريسبس، ممكن تاخد حته من الكالكينيس بالاكيلس تندون، حته بالكالكينيس والاكيلس تندون وتقسمه اثنين وتعمل بيه دبل باند. طبعا ريدلي افيلبل وسريع ومفيش موربيدي للجات سايد هارفست، لكن ما هياش موجوده عندنا. ميزتها ايه عندهم؟ الحقيقه كمان في المالتي ليجمنت، لو واحد عنده كل الليجمنتس مقطوعه ما بقالوش جرافتس تكفيه، فبحتاج الالو جرافتس كبيره ليه. دي دونت الاو ايرلي ريتيرن تو سبورتس، مش موصوفين لليانج اتليتس قوي الحقيقه، بالذات البون باتيلر تندون الو جرافتس بتاعتهم مش حلوه، وفي ثيوريتيكال ريسك اوف ديزيز ترانسميشن. اخيرا الثنتيكس بقى زي اللارس ليجمنتس، طبعا الفيرست والسكند كان
سمعتهم سيئه جدا في الساينوفايتس جينيريشن ادكتو احسن عموما نتائجهم في الكولاترالز او شغل الاكسترا ارتيكولر احسن من نتائجهم في الانترا ارتيكولر هو سي ال. ممكن استخدمهم لو انا هعمل ريبير للاي سي ال اوجمنتال ريبير او لو انا بعمل ريكونستراكشن وعاوز لفتره. ودلوقتي طبعا معروف احد الشركات في الماركت بتستخدم بقى مش تيب كبير كده زي اللارس فايبر تيب رفيع خالص اللي بيسموه الانترنال بريس تو اوجمنت ريتورن اي سي ال او تو سبورت الريكونستراكشن لغايه ما الابلي هيلد اند فاسكولارايز. لو جينا نقارن بين الجرافس دي الفروق بينهم مش كبيره عشان ما تشغلش نفسك قوي. المهم تاخد جود في ترمز اوف ستابيليتي لو قارنا الباتيلر تندم بالهامسترينجز تقريبا زي بعض. زمان في الاوردر ستاديز كانوا مطلعين الباتيلر تندون احسن, دلوقتي مطلعين الاثنين زي بعض بوست اوبراتيفلي. المسل سترينث مش فارق طبعا, الباتيلر تندون هيضعف الكوادريسبس في الاول باين, الهامسترينجز هتضعف الهامسترينجز. وعشان كده بيقولوا ان السبرنترز الناس العدائين بيجروا بسرعه شورت ديستانس يفضل بلاش الهامسترينجز, هتاثر على سرعته لو هو سبرينتر, فدول يفضل لهم الباتيلر تندون. كفانكشن مفيش فروق, ولقوا ان الديليد اوسيو ارثرايتس اعلى شويه مع الباتيلر تندون. لو قارنت الكوادريسبس في الباتيلر تندون, الكوادريسبس الحقيقه وادخن والدونر سايت موربيديتي فيه اقل, لكن في الكوادريسبس وبيخلي الريهابليتيشن بتاعها اصعب اول 3 شهور. الاستابيليتي مفيش فروق بينهم. لو قارنت الاوتو اكس بالالجراف برضه كاستابيليتي مفيش فرق, لكن الترم ان ترمز اوف انفكشن ريت اند رابشر ريت الالوجرافس اوحش من الاوتوجرافس. يبقى احنا هنشتغل اوتوجرافس واحنا كده ما عندناش الالوجرافس. يبقى ان سمري اوتوجرافس هاف ا بليس ان اي ال ريكونستراكشن, مفيش كلير بيست جرافت. باتيلر تندون قد يدي ريتيرن تو سبورتس عشان كده هو والكوادريسبس تندون دورهم الرئيسي في البروفيشنال اتليتس وفي حالات الريفيجن, لكن الهامسترينجز ار ايزي تو هارفست ايزي تو باس وبيدوا اكسلنت بيست. الالوجرافتس دورها الرئيسي بالنسبه لنا لا نجيبها يبقى في المالتي ليجمنت انجريس وكذلك سينثيتكس في المالتي ليجمنت وفي الاي سي ال ريبير. طيب عاوز نعمل اخذنا الجرافت وعاوزين نعمل اناتوميك اي سي ال ريكونستراكشن. عشان نعمله اناتوميك نعمل حاجه اسمها اكسسوري انتروميديال بورتال, ولما نيجي نعمل الفيمورال تانل مشش من التيبيا تانل اقوم عامل دريلنج للفيمورال تانل, بقى انا هخش من الانتروميديال بورتال اللي انا عملته اعمل الفيمورال تانل بنسميه ترانس بورتال فيمورال دريلنج عشان الجرافت بتاعتي تبقى هوريزونتالي دايركتد مش فيرتيكالي دايركتد, والكلام ده هنوريه دلوقتي عشان يبقى مفهوم. يبقى انا عندي كلاسيك لاترال بورتال وميديال بورتال, جاست نيد الميديال بورتال هعمل حاجه اسمها الاكسسوري ميديال بورت, ده اللي هعمل منه دريلنج فيمورال تانل, ده اللي هبص فيه بصه على الفيمورال بوينت واتاكد ان انا اخترتها كويس. بس خلي بالي وانت داخل من الميديال الاكسسوري ميديال بورتال الدريل الكبير بقى مش بالجايد واير عشان تعمل الفيمورال تانل, خلي بالك ما تخشش تعور الكارتليج بتاع الميديال كوندكت. اول حاجه هعملها ان انا تو بريبير الفيمورال فوت برينت. الاي سي ال ده لما اتقطع راح لازق ورا خالص على الفيمورال بسهوله, مفيش اي جزء منه ماسك على الفيمر, خلاص اي لوست بروبكتورز, فمفيش سبب ان انا اسيب الفيمورال اتاتشمنت دي. لكن التيبيال اتاتشمنت هسيبها, انا محتاجها وهنقول محتاجينها دلوقتي. عاوزين نقلل استخدام الراديو فريكونسي عشان بيعمل ثيرمال انجري للكارتج من الهيتنج افكت, فبناخد بالشيبر لغايه ما نيجي في الحته الموست بوستيريور بستخدم راديو فريكونسي لسببين. اولا موست بوستيريور استخدمت شيبر هيحصل معاك بليدنج وهتلاقيه ضايقك حتى اندر تورنيكي. تاني حاجه لو فضلت مكمل بالشيبر هتشيل اللاترال انتر كوندايلر ريتش, فتبقى مش عارف تحدد اللاترال انتر كوندايلر ريتش بتاعك فين. طبعا انا عاوز اشوف, يبقى هنا بنضف عشان اشوف اخر فين بوستيريور خالص واشوف الريتش اللاترال انتر كوندايلر ريتش فين عشان ابقى بوستيريور دي. يبقى ادي الريتش وادي الحته اللي انا ابقى انفيريور. طبعا بقول انفيريور لان انا ثاني الركبه. طيب هبدا ابين كويس قوي الحته بتاعتي. عاده لو انت في الاول ومش متعود على انا دي ركبه عشان نبقى برضو متفقين مع بعض, دي ركبه يمين وانا ببص من الانترولاترال بورت. دخلت انا داخل دلوقتي بقى بحس الورا خالص اللي بنسميها الاوفر ذا توب بوينت, وبعدين بحس اللاترال انتر كوندايلر ريتش وباجي ما بينهم. داخل منين؟ داخل من الاكسسوري ميديال بورت, وبعلم النقطه اللي انا متخيل ان هي الايديال ان يتحط فيها الفيمورال تانل. كلاسيكالي يعني بعد فتره هتلاقي نفسك مش محتاج تعمل الخطوه دي, هتعكس بورتلز, ودلوقتي انت بتبص من الانترو ميديال بورتل ومدخل الاله دي الانترو عشان تتاكد ان النقطه بتاعتك اس فاين بالنسبه للريتش
وبالنسبه لورا خالص اللي هي الاوفر توب بعد ما اتاكدت هبدا اخش تاني انا ببص انترو لاترال وارجع اخش بالجايد واير وبعدين اخش لو انا هعمل سبونسر فيكسيشن بخش بالمنطقه ال 4 مللي واعمل ليها كومبليت تانل واعرف له ايه وبعد كده اخش بالبونتا الفاينل اللي هي الحجم الدايمتر بتاع الجراف دي البوستيريور وول بتاعي حجمها قد ايه يا جماعه حجمها حوالي 2 مللي يبقى انا هوريزونتالي دايركتد بوستيريور تو ذا لاترال انتركوندايلر ريدج وبيني وبين ورا حوالي 2 مللي وده الدايركشن بتاعي انا داخل من الاكسسوري بورتال وبحط ده البلانت اوبتيوريتور عاوز اوريكم الدايركشن بتاعي انا هوريزونتالي دايركتد جرافت اجي على التيبيا احنا اتفقنا كل دي تيبيال فوت برينت انا عاوز اطلع في السنتر بتاعها احسبه ازاي ما هي كبيره قوي فين السنتر بتاعها احنا اتفقنا هنبدا نشوف اللاترال منيسكس اهو ده البوستيريور ايدج اوف ذا انتيرير هورن اوف ذا لاترال منيسكس بوستيريور ايدج اوف ذا انتيرير هورن اوف ذا لاترال منيسكس اتابعه لغايه ما احس اللاترال بوردر اوف ذا ميديال تيبيال سباين يبقى هي دي النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها واستخدم التيبيال جايد التيبيال جايد ده نوعين نوع زي اللي انا حاطه ده بصوا النوع ده بتلاقوا المصد ده معناه ايه ان البونطه مش هتطلع عند التيب هتطلع انتيريور تو ذا تيب اللي بيسموه البو ان يبقى انا لازم ارجع بيه سنه لورا لان انا عارف ان انا هطلع قبليه لو كان تيب ايمر يعني البونطه بتطلع بالبوزو بالظبط يبقى احط النقطه اللي انا عاوزها البو ايمر هحط سنه بوستير عملته وبعدين عملت تيبيال تانل بحجم الدايامتر اوف ذا جرافت بصوا بقى لو انا حاطط كده تو بلانت اوبتيوريتورز واحد داخل من البورتال الميديال رايح للفيمورال تانل واحد داخل من التيبيال تانل الجميل بتاعي رايح للفيم بصوا واحد هوريزونتالي دايركتد والثاني فيرتيكالي دايركتد يعني لو اعتبرنا دي الساعه 9 والساعه 10 11 يبقى ده بين 9 و10 وده تقريبا عند الساعه 11 يبقى الترانس تيبيال دريلنج هيعمل لي ايه ده انا عامله في ديمو بس هيعمل لي فيرتيكالي اورينتد جراف عشان كده بنخش ترانسبورت بعد كده بعد ما سحبنا الخيوط من التيبيال تانل هنسحب الجرافت اشد عليها من التيبيا واتاكد من التنشن اتاكد علاقتها بالبي سي ال بصوا ده البي سي ال وده الاي سي ال والركبه متنيه 90 درجه هم كروسنج فعلا هم تقريبا 90 درجه انا طبعا شايل شويه منضف على البي سي ال عشان يبان الفرق بينهم يبقى دول فعلا كروسنج هوريزونتالي اورينتد ما بين الساعه 9 و10 تقريبا وات از نوت امبينجنج طبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا بنعمل دريلنج للفيمورال تانل لازم نتني الركبه حوالي 120 درجه بصوا لما هاجي افرد لغايه فول اكستنشن ما بيحصلش امبنشمنت ما بين الجرافت وما بين النوتش الفيمورال تانل بتاعي بحجم الجرافت اللي ورايا دي اسمها البوستيريور وول ورايا مين بعد كده ورايا البوبيتيال فوس يبقى ده الفيمورال تانل لما بعلق وراه على طول ورا الحته دي بنسميها الاوفر ذا توب بوينت انا محتاج دي ما تتكسرش لو اتكسرت التانل هيفتح منه للبوبيتيال فصة وده بنسميه تانل بلو اوت اوكي عشان نبقى فاهمين يعني بلو اوت دي محتاج يبقى طول سخناها قد ايه لو انا هستخدم سسبنسوري فيكسيشن ممكن لغايه 1 مللي ما بقاش قلقان لو انت هتستخدم انترفيرنس سكرو خليها على الاقل 2 مللي عشان وانت داخل بالمسمار وبتضغط ما تتكسرش منك البوستيريور وول لان لو كسر منك بوستيريور وول وانت بتحط انترفيرنس سكرو بقى في بلو اوت خلاص ما فيش اي فيكسيشن حصل يبقى لو في انترفيرنس سكرو تخنها سنه provided ان لازم كل التانل بتاعك يبقى inferior to the lateral intercondylar تاني عشان في ناس بتقعد تقول الساعة 9 والساعة 10 وايه المقصود بالكلام انا لو داخل من البورتال وعامل ترانس بورتال دريلينج في 120 درجة فليكشن زي ما اتفقنا ورجعت وخرجت لبره عشان نشوف الفيس اوف ذا كلوك كده بتاع النوتش ادي الساعة 9 ادي الساعة 10 ادي 11 ادي 12 بالنسبة للركبة يمين يعني يبقى انا عاوز ابقى ما بين 9 و10 دي اسمها هوريزونتال لو انا عملت التانل هنا بقى اسمها فيرتيكال اللي زمان كنا هنقول لو حطيناه فيرتيكال هنسميها انترو ميديال جرافت وهنا هنسميها بوسترو لاترال جرافت يبقى الجرافت اللي هتتحط فيرتيكال ازف ان انا بريكونستراكت فانكشنالي اللي زمان كنا بنقول عليها انترو ميديال جرافت هتبقى الركبه ستيبل انترو بوستيريور لكن في الروتيشن ما هياش ستيبل العين فحصه كويس بالذات في الانتيريور دروور لكن بيشتكي انه مع تشينجينج اوف دايركشن بيحصل له سنس اوف انستابيليتي يبقى ان سمري عشان نسهل الموضوع ده اللاترال انتركوندايلر ريدج انا باجي من قدام ارجع ورا 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 ده اللاترال انتركوندايلر ريدج انا بحب احط الميتا كانيولا بتاعه التيبيال سي جايد اللي مسميها البوليت اثبتها بوستيريور تو ذا لاترال او انفيريور يعني لان الركبه متنيه تو ذا لاترال انتركوندايلر ريدج وحد يخش من قلبها بالدريلج
جاي عشان مش هو داخل يقعد كل شويه يتزحلق عن النقطه اللي انا عاوزها. عملت الدريلينج في 20 درجه دخلت بالجايد واير بعدين الفاينل سايز او وبعد كده عملت التيبيال بوينت حسينا الايدج اوف ذا انتيرير هور ادي الانتيرير هور لاترال منيسكس بوستيرير ايدج مشينا لللاترال اسبيكت اوف ذا ميديال تيبيال سباين وطلعنا في النقطه دي. نسحب الجرافت طبعا هسحب الخيط من التيبيال تانل ونبدا نسحب الجرافت. لو تاخدوا بالكم انا ساحب الجرافت من قلب التيبيال ستامب ما شدهاش. لو الفيمورال ستامب كومبليت تير بنضفها لانها مش ماسكه بحاجه، لكن التيبيال ستامب اي اولويز ليف ات. وهنقول ليه. لو سسبنسوري فيكسيشن اهو طالع البطن، طبعا بتقدر تشوف انهي ناحيه اللي هتسحب منها عشان يدخل معاك. الجرافت دي مش دبل باندل ولا حاجه زي ما هي باينه، هي مجرد ان الفايبرز تويستد. لا هفضل اشد لغايه ما يحصل فليبنج للبطن واحس ان انا لما بشدها ما بتنزلش، وهوريكم ازاي بتاكد ان البطن فليب. يبقى ان سمري فولو ذا اناتوميك فيمورال انتيبيال اي سي ال اتاتشمنت بوينتس بي ان ذا سنتر اوف ذا فوت برنت نو بارت اوف ذا اي سي ال شود بي انتيريور اللي هي الركبه متنيه هيبقى انتيريور تو ذا لاترال انتركوندايلر ريدج اوف ذا فيمر اند افويد فيرتيكالي اورينتد جرافتس. في حاجة بنسميها كانوا بيسموها سنجل باندل انجري، دلوقتي احنا هنسميها بارشال اي سي ال انجري. جزء كبير اتقطع لكن جزء صغير ماسك بس فيري بوستيريور عادة مكان الدايركت فايبرز. بنعمل له ايه لو لقينا المنظر ده؟ بنعمل حاجة اسمها اي سي ال اوجمنتيشن. دي ركبة شمال انا انترو لاترال، ده الاي سي ال موجود لكن رايح ورا خالص. هاجي جاست انتيريورلي بس بوستيريور او انفيريور يعني للليفل انتر كوندايلر ريدج، انا اسيب الاي سي ال زي ما هو تماما مش هشوف فيه حاجه خالص فيمر ولا تيب، وابدا اعمل التانل شوف التانل منتهي فين انتيريورلي عند الاي سي ال القديم واحس التيبيال فوت برنت واعملها بنفس الطريقه. بس هنا بقى انا سايب اي سي ال كامل، فانا هعدي الجرافت بتاعتي من قلب الاي سي ال، انا سبته بالكامل ورحت معدي من قلبه الجرافت بتاعتي. طبعا العيان ده عنده بارشل انجري وسيمتوماتيك، ورحت معدي الجرافت بتاعتي فبقيت معديها زي ما تكون جرافت ان اي سي ال، يعني اوريجينال اي سي ال متساب زي ما هو اللي فيه البارشل انجري ما عندش فيه حاجه خالص، ورحت معدي من قلبه الجرافت بتاعتي بروفايدد انها لازم تتحط اناتوميك وانفيريور تو ذا لاترال انتر كوندايلر ريدج. دي بنسميها اي سي ال اوجمنتيشن. طب انا بسيب الستامبس ليه؟ التيبيال والفيمورال في الاوجمنتيشن او التيبيال بس في العادي. اول حاجه عشان حاجه اسمها كولاجين فيل، احنا اتفقنا ان النورمال اتاتشمنت بتاعت الاي سي ال في الفيمر وفي التيبيا مساحتها كبيره جدا حوالي 2 سنتي في سنتي ايا كان شكلها بقى ريكتانجل سي شيب، انا عمري ما هقدر اعمل الكولاجين فيل ده بجرافت. فليه اسيب اشيل النورمال كولاجين اللي كان موجود؟ لما بسيب الاستامب ات ادز تو ذا فاسكولاريتي، بعض البروبريوسيبتورز هتفضل سليمه على الفيمر والتيبيال سايت، وفي حالات البارشال انجري سام اوف ذا function of the injured ACL هيفضل موجود مع in addition to the restriction اللي انا عملته. هثبت ازاي؟ عندي طريقتين، احنا شفنا ال suspensory fixation او احط بطن او احط سكروز. السكروز انواع كتير، عموما الفكره قبل ما تسحب الجرافت تكون حط الالاستيك واير اللي بنسميه نتنول واير، يعني ما تسحبش الجرافت وبعدين تحط الواير في التانل. ليه؟ لان انت لو سحبت الجرافت وبعدين حطيت الواير هيخش يتحشر جوه الفايبرز بتاعت الاي سي ال مش بينها وبين التانل، فالمسمار وهو داخل هيبقى عمال يقطع في الاي سي ال فايبرز. زي ما شفنا في الاول انا بحب اعلم الجرافت بعلامه عند ال 25 مللي عشان اعرف انا سحبت قد ايه وقد ايه دخل مني جوه التانل، ما بقاش دخلت حته صغيره خالص وانا متخيل ان دخل حته كبيره. انا بربط المسمار منين؟ طبعا المسمار داخل برده من الاكسسوار ميديال بورت، ولازم يبقى في نفس زاويه الثانيه اللي اتعمل فيها التانل يا اما مش هيخش. وخلي بالك وانت داخل ما تخلوهوش يلف منك يجي تحت الجرافت لان انت مش هتشوفه، وهتبقى ضاغط جامد قوي على البوستيرور كورتكس وممكن تكسره. هنثبت بايه؟ هنبدا نتكلم على الفيمورال سايت عموما، يعني بما ان الفروق مش كبيره مش محتاجين نحير نفسنا. لكن عموما طرق التثبيت يعني ان في العموم كده بنسميهم ابيرشر فيكسيشن، يعني حاجه بتسد التانل الفتحه اللي هي الانترفيرنس سكروز يعني، وحاجه اسمها سسبنسوري فيكسيشن يعني حاجه بيتعلق عليها الجرافت اللي اشهرهم دلوقتي هم الباتونز وذ لوبس. دي الانترفيرنس سكرو. دلوقتي بقينا بنستخدم دول اللي هم بنسميهم بيك، هتلاقي شكله زي الاوف وايت كده ومش شفاف.
البيولوجيكال او اللي بيسموه ذات الذوبان او البايوديجريدابل اللي هو البولي لاكتيك اسيد بقى ريدلي يوز دلوقتي اللي بتلاقيهم شفافين سواء ابيض او اخضر او ازرق لانهم بيعملوا الحقيقه رياكشن وطان الوايد فما هماش ميزه. البيك هما الستاندرد دلوقتي والعين لازم يبقى فاهم ان هما ما بيدوبوش وان دي ده مش ريد. يا اما استخدم لوب معلق في ايه في باطن الباطن هيعلق على الكورتكس واللوب ده هو اللي هيعلق الجرافت. اللوب ده ليه اطوال لو كان فيكسد لوب يعني ممكن يبقى 15 مللي 20 مللي 25 مللي يا اما ده لو فيكسد لوب او ادجستبل يعني هو بيبقى لوب طويل طوله حوالي 60 مللي وانا اقصره زي ما عاوز. يبقى في اللوب الباطن هيعلق على الكورتكس عندي تانل تانل مثلا سي طوله 45 هقيسه هدخل الجرافت 30 مللي يبقى انا محتاج لوب طوله كام يا جماعه 15. طبعا لو بستخدم فيكسد لوب بخليه اطول سنه عشان يدي مساحه ان الباطن يعدي ويفليب. لو بستخدم ادجستبل لوب الدنيا اسهل بكتير لان انا هفضل اقصر لغايه ما الجرافت توصل للطول اللي انا عاوزه. انا عاده لما بعمل دريلنج بخش بالبونطه ال 4 مللي للاخر لكن البونطه اللي بحجم التانل اللي سي مثلا 8 او 9 مللي بخش بالطول اللي انا عاوزه اللي هو عاده من 25 الى 30 حسب طول الجرافت بتاعتي ما بخشش اول ذا واي تو ذا اند. البول اوت سترينث يعني لو اتشعلقت في الجرافت وشددها تنزل ولا ما تنزلش. البول اوت سترينث بتاع السسبنسري فيكسيشن اقوى من الانترفيرنس سكروز بس عيبهم ان الجرافت عشان مش محشوره في التانل ممكن تتمرجح سايد تو سايد اللي هي بنسميها ويندشيلد وايبر افكت. ممكن يحصل تانل وايدنينج مع السسبنسري فيكسيشن عشان الويندشيلد وايبر افكت او مع الانترفيرنس وعشان السينوفيال فلويد برضه بيخش في التانل وبيعمله دايلاتيشن او مع البولي لاكتيك اسيد اللي هم البايو ابزورب والانترفيرنس سكروز بيعملوا نفس الكلام. سربرايزنجلي رغم ان الكلام كله يقول ان السسبنسوري احسن شويه لكن لقوا ان الريفيجن ريتس على السسبنسوري فيكسيشن اعلى من الانترفيرنس سكروز وده قد يكون لتكنيكال ايرورز ان هي الناس ما بتاخدش بالها هي بروبرلي فليبد ولا لا فبيحصل تكنيكال ايرورز. عشان اتاكد ان السسبنسوري فيكسيشن بعد ما سحبته فليبد لازم الاقي الخيوط بتجري بالشكل ده. بعد كده بعمل سايكلينج واشد الجرافت وعلى التيبيال سايد عاده الروتين ان انا في 0 الى 20 درجه فليكشن بشد جامد واثبت بانترفيرنس سكرو ولو معايا طول زياده في الجرافت زي الحاله دي ممكن اعمل اديشنال فيكسيشن بستيبل او بسكرو ووشر او ما اعملش. الاول انسايد اي سي ال ريكونستراكشن يعني انا هعمل بسسبنسوري فيكسيشن على الفيمر وعلى التيبيا فيبقى عندي انكمبليت تانل في الفيمر وانكمبليت تانل في التيبيا. طبعا انا لو بعمل التيبيا انترفيرنس سكرو لازم يبقى كومبليت تانل بحجم الجرافت فلو جرافت قصيره شويه هتبقى دي ميزه بس هنا مش هستخدم فيكسد لينس لوب لازم يبقى ادجست. كان في موضه طلعت من 10 سنين او اكتر ايام ما كنا بنتكلم على الدبل باندل ان الاي سي ال دبل باندل قالوا لما اعمل له ريكونستراكشن اعمل له برضه دبل باندل ما هو ده الاناتو بس احنا فهمنا ان الكلام ده فقالوا نعمل انتروميديال باندل which is more posterior and vertical في الفيمر وبوسترو لاترال باندل which is more slightly more anterior and horizontal في ونخليهم واحده انتروميديال في التيبيا واحده بوسترو لاترال في التيبيا يبقى اعمل تو تيبيال تانلز وممكن اعمل تو فيمورال تانلز. وكنا مثلا من 10 سنين اشتغلنا على الكلام ده يعني انا عامل تو تيبيال تانلز هنا وان فيمورال تانل والحقيقه الثانيه معديه من اوفر ذا توب بوزيشن. كان تكنيك ثاني برضه بيتعمل نبدا نديهم تدو جرافتس ادي جرافت عدت الاول دي بادئه بوسترو لاترال يعني مور بوسيرور ان لاترال في التيبيا وانتهت مور انتيريور في الفيمر يبقى دي ازف ان دي البوسترو لاترال باندل بتاعه الاي سي ال. وبعدين اجي من مور انتيريور ان ميديال بوينت في التيبيا زي ما هنشوف دلوقتي واقوم ساحب كمان جرافت شوفوا جايه من مور انتيريور بوينت في التيبيا وهتروح فين في الفيمر هتروح ورا خالص مور بوستيريور يبقى ازف ان دي الانتيريور باندل. الحقيقه لما كانوا بيقارنوا الاستابيليتي بالذات ان روتيشن بتاع الدبل باندل سنجل باندل كانوا بيلاقوا من الدبل باندل احسن بكتير بس ليه؟ لانه كانوا بيقارنوها بفيرتيكالي اورينتد سنجل باندل ترانس تيبيال دريلينج اوف ذا فيمورال تانل لكن من ساعه ما لقينا هوريزونتالي اورينتد ترانس بورتال دريلينج قصه الدبل باندل از فيل. طب ليه بيفيل الاي سي ال بتاعي؟ اكبر سبب ان انا احط التانلز ان رونج بوزيشن يعني بصوا هنا يا جماعه ده معمول اهو في التيبيا لا هو انتيريور ولا بوستيريور هو في الميدل اوف ذا تيبيا ورايح فين في الفيمر؟ رايح بوستيريور في الفيمر ده عندما تصور بعد مثلا 8 او 9 اشهر الدايركشن ممتاز التنشن ممتاز بدا يبقى
vascularized and ligamentized. مهم جدا ان ما يبقاش فيه ميس ليجامنت انجري. افحص العيان كويس قوي، ما اتاكدش، اتاكد ان معوش ام سي ال ال سي ال بوسترولاترال كورنر بي سي ال، وبالذات لو بعمل ريفيجن لازم اركز قوي ان ما يكونش ميس من الاول ليجامنت انجري هي ادت الى الفيل. من الاول لو خدت ويك جرافت يعني اتقطعت منك بدري وقررت لسبب او لاخر خدت هامسترينجز وقطعت بدري، يبقى هياخد من الرجل الثانيه هياخد باتيلار تندون. لكن ما تحطش جرافت 6 مللي، اقل من 8 مللي في الادلتس يوجوالي ويل فيل. احنا محتاجين من 8 الى 10 مللي وطولها من 8 الى 10 سم. لو عملت لها بور فيكسيشن حصل بلو اوت والانترفيرنس سكرو ما مسكش، حطيت سمول انترفيرنس سكرو. احنا عاده بنحط الانترفيرنس سكرو في الفيمر نفس مقاس التامل، يعني ان كان 9 يبقى 9، وفي التيبيا بنحطه 1 او 2 بلس لان الفيلير بيحصل اكتر تيبيال سايد. يعني لو 9 مللي تيبيال تامل تحط انترفيرنس 10 او 11. وطبعا الريهابليتيشن الغلط، بصوا ده عيان عمل ام ار اي يعني لسبب بعد العملية، التيبيال تانل الفيمورال تانل اهو هوريزونتال، ما هوش هنا، ما هوش فيرتيكال عند الساعة 12، هو فين؟ يعني ما بين 2 و3، لان دي طبعا ركبة شمال، رايح بوستيريور في الفيمر. لو قسمناها 3 تلات يبقى في البوستيريور ثيرد، ما لاقيش التانل محطوط هنا او محطوط هنا. في التيبي ما هوش تو انتيريور ولا تو بوستيريور، مور اور ليس في النص. ده مش عيان بتاعي، دي صوره انا جايبها من على النت. بصوا واحد حاطط له تيبيال تانل فيري انتيريور وفيمورال تانل برضه انتيريور. ده عيان بقى في كل الغلطات. اولا العيان ده لما شفت الاشعه الاولانيه بتاعته ده كان بي سي ال ان مش اي سي ال ان، دي اول غلطه. اللي فحصه جاب من بوستيريور ريساج بوزيشن، عمل له انتيريور دروور، شخصه انه اي سي ال ودخله يعمل له اي سي ال. لما عمل له اي سي ال بصوا التيبيال تانل فين؟ اتس فيري انتيريور، والفيمورال تانل اللي المفروض يبقى هنا اتس اجين فيري اند، طبعا ات فيل. ده عيان بيعمل ريفيجن، طبعا حصناه كويس اتاكدنا، مش هنخش التفاصيل الريفيجن، انا عاوز بس قيمه التانلز، بنشيل الجرافت القديمه اللي محطوطه، اتاكدت ان مفيش ليجمنت ميس ليجمنت انجري غير الاي سي ال، شلت الجرافت وعاوز ابين دلوقتي التانل كان محطوط فين، التانل والجرافت اللي كانوا محطوطين في المليه الاولى في ركبه شمال، بنبص بقى الانترولاترال بورت. ده التانل يا جماعه، انا بس يعني هوضحه شويه عشان يبقى باين التانل اللي كان محطوط. ده الكارتليج، ده التانل اللي كان محطوط فيه الجرافت، هو هوريزونتال مش فيرتيكال، بس ات از فيري انتيريور، التانل بالكامل انتيريور تو ذا لاترال انتركوندايلر ريتش. ده التانل اللي معمول له ورا الارتيكولار كارتليج على طول، هوريزونتال بالبي سي ال كروسنج، بس اتس فيري انتيريور. ده ريتش اللي انا عمال احسس عليه ده، ولما اروح ورا الحته الانتاتشد اللي ما حدش خالص دي، هي دي الحته اللي كان المفروض يتعمل فيها البروبر فيمورال تانل. العيان ده فيل ليه؟ عشان عمل هوريزونتال مش فيرتيكال جراف، بس عملها فيري انتيريور. ده عيان عمل مرتين اي سي ال، جراح عمل جرافت وفيلد، وعيان عمل وجراح عمل له جرافت تاني وفيلد، دي تاني جراف راح بوستيريور، بس ات از فيري فيرتيكال تقريبا عند الساعه 12، تقريبا عند الساعه 12 فيري فيرتيكال جرافت، مع اي حركه بيحس بانستابيل. هنبدا ننظف، عاوزين نشوف المكان الصح سليم ولا مش سليم. ده المكان الصح اللي احنا كشفناه دلوقتي هنا، اللي هو يبقى هوريزونتال وبوستيريور انتاتش، يعني في المرتين ما اتعملش فيه حاجه. مره الاولانيه الجرافت كانت محطوطه هنا يعني هوريزونتال بس فيري انتيريور، في حين انها كانت ده الانتيريور وادي البوستيريور، والمره الثانيه اه راح بوستيريور بس راحه فيري فيرتيكال. يبقى دول الغلطتين الاشهر في الفيما، يحطها فيرتيكال، وده عاده بيعمله الناس اللي بتدريل ترانس تيبيان، يا اما اول ما يشوف الكارتج يجي وراها شويه ويفتكر ان اللاترال انتركوندايلر ريتش ده هو ورا خالص، هو الاوفر ذا توب، فما يرجعش بالعدسه بتاعته ورا ويشوف اخرنا فين، في حين ان ده مكان الصح بتاع التانل. يبقى this is where his tunnel should have been. يبقى ادي التانل السليم horizontal posterior، ادي التانل الاولاني الغلط horizontal anterior، وادي التانل الثاني الغلط vertical tunnel. اوكي، كلمه عن الانترولاترال ليجمنت. الانترولاترال ليجمنت دي thickening تلاقى في الكبسول، بادئ من just posterior to the lateral epicondyle وهينتهي proximal and anterior to the GERD tube. بدا يبقى في كلام ان احنا مع الاي سي ال ريكونستراكشن نريكونستراكت الانترولاترال ليجمنت، يعني نعمل انترولاترال ليجمنت ب تندون جرافت. الكلام ده يعني بدا يبقى اوفر دوينج شويه، فقالوا طب خلاص نرجع للعمليه موديفيكيشن للعمليه القديمه دلوقتي اسمها لومير موديفيكيشن، ان انا اخد جزء من الاليوتيبيال باند اللي هو كده كده ماسك في الجيرد تيوبركل، اقطعه بروكسيمال، اعديه
من ورا الفيبيولار كولاترال ليجمنت واعمل له تينوديسيس يعني اثبته في اللاترال ايبيكوندايل او جاست بوستيريور ليها، يبقى اليوتيبيال باند تينوديس. الكلام دلوقتي امتى انديكيتد ان انا انت اعمل انترولاترال ليجمنت ريكونستراكشن؟ في حالات الريفيجن اي سي ال، في حالات الهاي جريد بيفوت شيفت يعني بعمل له بيفوت شيفت الاقيه كلانكو وبيسقط جامد، ويعني ديبيتابل جدا في البروفيشنال اثليتس. هو الكلام ان الانترولاترال ليجمنت ريكونستراكشن مع الاي سي ال بيحسن الروتيشنال ستابيليتي، عشان كده بنستخدمه في الناس اللي عندها هاي جريد بيفوت شيفت وفي حالات الريفيجن. في محاضره هتبقى تتقال في وقت اخر من زميل اخر عن الاي سي ال ان سكيليتالي اماتور، بس انا هقول كلمه: لو عندك بارشال انجري اعمل اكتيفيتي موديفيكيشن، لو عندك كومبليت انجري هتضطر تعمل اي سي ال ريكونستراكشن، لانك لو سبت هيحصل له كوندرال انجريز ومنسكال انجريز والركبه هتتبهدل مش هينفع اسيبه. وبقول اضطر ليه؟ لان عاده الاي سي ال ما بنحبش نعمله في الصغيرين، لان احنا بنعمل سب اوبتيمال اي سي ال ريكونستراكشن، وانه يكمل معاه لغايه ما يكبر خالص وما يحصلش ري انجري واحتاج جرافت في مرحله اخرى مش في نسبه كبيره قوي، لان الجرافت والطفل بيطول الجرافت بتطول لكن ما بتتخنش بنفس النسبه. يعني جرافت ال 6 مللي او ال 5 مللي اللي بتاخدها بطفل صغير مش هلاقيها بقى 10 مللي لما كبر، هي هتطول لكن مش هتتخن قوي فبتبقى ويك. عموما في الطفل الصغير اللي اقل من 11 سنه او 12 في الميل I am not allowed to cross the growth plate لا في التيبيا ولا في الفيمر، ده بنسميه all epiphyseal reconstruction. لو كان اكبر شويه يعني لغايه 15 في الميل و14 في الفيميل ممكن اعدي الجروث بليت في التيبيا بس لان انا ببقى سنترال، لكن في الفيمر عشان ببقى على جنب ما بعدهوش، فده بنسميه transphyseal reconstruction. اللي اكبر من 15 سنه بنعمل له كلاسيك ترانسفيزيال ريكونستراكشن. يعني ايه يبقى في الابيفيسيس بس؟ يعني التيبيال الفيمورال تانل يبقى هنا والتيبيال تانل يبقى شورت ومنتهي هنا مش بادئ من هنا ومعدي، او اعمل الطريقه دي اسيب الهامسترينجز ماسكه ما اعملش تيبيال تانل خالص، انا اسحبهم من على الانتيريور كورتكس اوف ذا تيبيا اعديهم من تحت اللاترال من تحت الانتر منسكال ليجمنت يخشوا جوه الركبه يعدوا من ورا خالص اللاترال فيمورال كوندايل اللي هي الاوفر ذا توب بوينت يلفوا يتعمل لهم تينوديسيس هنا ويرجعوا من بره يتثبتوا عند الجيرد ستيوبر كما لو كنت عملت اي سي ال بانترو لاترال. هنا هضطر اعمل شورت تيبيال تانل وابقى باصص بالايمج واحط تيبيال جايد بتاعي عالي بحيث ان انا اتاكد ان شورت تيبيال تانل. طب والفيمر هطلع في النقطه دي ازاي اتاكد ان انا مش طالع فوق الابيفيسيس؟ يبقى انا هعمل بالعكس، يعني الجايد هيبقى من جوه والبولت هي اللي من بره، واصور بالايمج اتاكد ان انا تحت الجروث بليت واعمل دريلينج فروم اوت ان. لو اكبر شويه اتفقنا ان انا اقدر في التيبيا اعدي الجروث بليت عادي، لكن في الفيمر برضو هبقى تحت الجروث بليت اللي بنسموه بارشال ترانسفيزيال. اللي اكبر من 15 سنه هعدي الجروث بليت فيمر وتيبيا كومبليت ترانسفيزيال. اخر نقطه هنتكلم عليها قبل ما نتكلم على الريهابيليتيشن، لو انا عندي فيروس ني وتورن اي سي ال عاوز اعمل هاي تيبيال اوستيوتومي وعاوز اعمل اي سي ال ريكونستراكشن، اولا انا ليه عاوز اعمل هاي تيبيال اوستيوتومي؟ لازم افكر فيها، هل انا عندي ثراست ولا ما عنديش؟ هل انا بدا يحصل عندي دي جنريشن في الميديال كومبارتمنت ولا ما بيحصلش؟ لان النقطتين دول مهمين، مش كل مايلد فيروس العين عايش بيه طول عمره لازم اصلحه مع الاي سي ال. تاني حاجه لازم اشوف التيبيال سلوب، كل ما التيبيال سلوب البوستيريور تيبيال سلوب يبقى اعلى كل ما فرص الفيلير اعلى في الاي سي ال، فيبقى عاوز استفاد في الاي سي ال ريكونستراكشن، فيبقى عاوز استفاد من الهاي تيبيال اوستيوتومي انها تقلل لي التيبيال سلوب. وفي هذه الحاله اللاترال كلوزنج ويتش هيبقى انساب لي عن الميديال اوبننج ويتش، لان اللاترال كلوزنج ويتش باي ديفولت بيقلل السلوب، في حين ان الميديال اوبننج ويتش باي ديفولت بيزود السلوب، غير لو انا عملت يعني بريكوشنز معينه وفتحت بوستيريور اكتر بكتير من انتيرير. يبقى احنا اتفقنا ان التيبيال سلوب كل ما قلله كل ما نتائج الاي سي ال ريكونستراكشن تبقى احسن. ده التيبيال سلوب الزاويه دي مع دي، فلو التيبيا فيها سلوب عالي ماشيه كده يبقى فرص الفيلير هتبقى اعلى، بالذات لو بعمل ريفيجن كمان اي شود كونسيدر ان انا اغير التيبيال سلوب. واتفقنا اللي بيغير التيبيال سلوب بيقلله اكتر هو اللاترال كلوز. طبعا لو العكس عندي بي سي ال انجري يبقى الادفانتجس ليا ان انا ازود السلوب، وفي هذه الحاله ابقى عارف النقطتين دول. لو التيبيال سلوب از نوت ان ايشو هو الفيروس وبدا يبقى عندي سواء انستابيليتي بثراست او بدا يبقى عندي دي جنريتد ميديال كومبارتمنت، انا عاوز انقذ الميديال كومبارتمنت واعمل الاي سي ال ريكونستراكشن، يبقى اتس ايزير تو جو فور ميديال اوبننج ويدج مع الاي سي ال ريكونستراكشن. نعملهم تو ستيجز ولا وان ستيج؟ الافضل انك تعملهم توجذر، لكن لو اخترت تعمل تو ستيجز تبدا بمين؟ ديفينتلي تبدا بالاوستيوت، ما ينفعش تبدا بالريكونستراكشن وبعدين تعمل الاوستيوت لعده اسباب. اولا يمكن لو عيان
مش اتليتيك قوي لما تعمل اوستيوتومي وتغير السلوب تقلله تلاقي ان الاستابيليتي اتحسنت ومحتاجش الاي سي ال. لو انا عملت اي سي ال ريكونستراكشن وفتت المال الاينمنت هيحصل بروجريسيف جرافت لاكسيتي. لازم التايتننج اوف ذا جرافت لو انا هعملها ان تو ستيجز اخلص من وان ستيج اخلص مين الاول, يعني ما ينفعش اعمله من وان ستيج واقوم عامل الاي سي ال وعامله تايتننج وبعدين مغير الاكسس بتاع الركبه يبقى التنشن هيتغير. وتو بريفنت البروجريشن اوف اوسيو ارثرايتس يبقى السيمالتينيس هيجيب الاوسيوتي مع الاي سي ال ار is a good salvage procedure for the physically young active patient. بيحسن الاستابيليتي وبيالليفييت الميديال كومبارتمنت سيمبتوم. هنقول تكنيكال تيبس سريعه. طبعا هي نفس الفتحه اللي هاخد منها الجرافت هي اللي هعمل منها ميديال اوبننج ويدج اوستيوتومي لو انا مش محتاج اغير الاسلوب جامد. استخدم هامسترنج جرافتس. اعمل كل الاي سي ال لغايه مرحله انك هتركب التيبيال انترفيرنس سكرو واقف عندها, بس تعمل شورت تيبيال تان, يعني بدل ما تخلي التيبيال جايد عند 55 قصره شويه خليه عند 50 خليه عالي شويه لان الاوستيوتومي بتاعتي انا عاوزها كلها تبقى ديستال للتيبيال تانل فما تنزلش قوي للديستال تانل بتاعي. يبقى خالص كل الاي سي ال ما عدا الفاينل تايتننج اوف ذا تيبيال انترفيرنس سكرو. اعمل الاوستيوتومي بتاعتي ديستال للتيبيال تانل, اخلص كل الاوستيوتومي واثبتها وخلصت كل الاوستيوتومي, اقوم شادد الجرافت ومركب التيبيال انترفيرنس سكرو. يبقى انا هارفست الجرافت, هعمل الفيمورال تانل بتاعي بالطريقه الاناتوميك اللي اتفقنا عليها, اعمل شورت تيبيال تانل يعني ما بقاش واطي قوي تحت التيبيال تيبروستي, ابقى اعلى سنه من التيبيال تيبروستي, اعدي الجرافت بتاعتي في الفيمورال تانل, اثبتها في الفيمورال تانل بالانترفيرنس سكرو بالسسبنسري فيكسيشن اللي تحبه, اسحبها من التيبيا بس ما اعملهاش فاينل تايتن. وبعدين التيبيال تانل بتاعي تقريبا هنا انا بعمل الاوستيوتومي ديستال فيو. طبعا احنا عارفين انها بتبقى متجهه لل edge of the fibular head, وبعد الاوستيوتومي حوالي سنتي اب قبل اللاترال كورتكس افتح الاوستيوتومي بتاعتي اثبت بوات ايفر. طبعا اللوك بليتس احسن من البودو دول لكن دول بيبقوا اسرع شويه. بعد ما خلصت ثبت اشد الجرافت. تيب بحب اعملها قبل ما تحط البروكسيمال سكروز عشان ما تخش المسامير في التانل التيبيا وتبوظها, بحب احط اي حاجه ميتال جوه التيبيال تانل ان البنطه لو خبطت فيها احس على طول فغير اتجاه التانل. بس هو اتس فيري ايزي انك تبعد عن التيبيال تانل سيل بروكس. بعد ما خلصت كل الاوستيوتومي اشد الاي سي ال, اعمل سايكلينج واشد ان فول اكستنشن او 20 درجه فليكشن, واعمل التايتننج بالتيبيال انترفيرنس سكرو واحط البريس. اخر حاجه الدكتور اسامه طلبها مني قال لي كلمتين كده على ريهابيليتيشن. عاوزين to decrease the pain and swelling, ادي جود رينج اوف موشن, ارجع البروبيوسبشن, واعمل ماسل سترينث. ومش عاوز البرامج القديمه اللي كانت بترجع العيان للرياضه بعد قرب السنه, عاوز حاجه من 4 لـ 6 شهور. نبدا ايه الرينج اوف موشن؟ جدا ان انا ابداه ايرلي, ولما ابداه ايرلي في حاجات اهم من حاجات. اول حاجه العيان لازم يوصل لفول اكستنشن. اسوء حاجه في عيان الاي سي انه يخش فلكشن ديفور, فلازم اول حاجه اركز على دايما زي ما احنا شايفين كده ان العيان يقدر يوصل لفول اكستنشن وان بطن الركبه ده ملامس المرتبه. الفليكشن ما تقلقش منه قوي, ابداوا بالتدريج وباسف, يعني هيشيل رجله بالرجل الثانيه تفرد للاخر وتدي الاقل من 90 درجه في الاول. لو قادر يرفعها بنفسها ما يرفعهاش بنفسها, ذس ستريس جراف. يبقى الرينج اوف موشن بالشكل ده في الاول لازم يبقى باسف. هدفي الرئيسي ان انا اوصل لفول اكستنشن وشورت of 90 degrees of flexion. العيان يتلبسه هنج بس, انا بلبسهم الحقيقه لونج موبيلايزر, لابسها طول الوقت وبيفكها وقت ثاني والفرق, وده اسهل الحقيقه واضمن. امتى يدوس؟ العيان ما فيش مشكله انه يدوس على ريكونستراكتد اي سي ال بروفايدد هي هاز ا فولي اكستندد نيد. ما بتتنيش منه هو بيدوس عشان ما يحصلش ستريتش للجرافت في الاول. يبقى انا لازم اتاكد ان رجع جود كوادريسبس باور, قادر يشد ويرفع. علمه لو انت هتدوس هتشد العضله, الركبه تبقى موجوده للاخر, ما تكنيش منك وانت بتدوس. طبعا هيدوس وهو لابس الاموبلايزر الانفوكستنشن. امتى يرجع للرياضه؟ طبعا حسب نوع الرياضه وحسب انت عامل دوس ولا باد ريكونستراكشن, بس عاده نوت ليس ذان 4 مانث. الالارمنج ساينز انا هقول حاجه عشان ما نخدعش نفسنا. لو عيان بعد العمليه كان كويس بيشد وبيرفع كويس جايب فول اكستنشن بعدها يومين 3 4 وجالك بعد اسبوع ومش قادر يفرد الركبه للاخر, تقول له شد ويرفع مش قادر يشد ويرفع وبدا يخش في كوادريسبس ويكنس, يو هاف تو سسبكت انفكشن. ما تقعدش تقول مش سخنه, هو كان الكوادريسبس كويسه بعد 3 ايام جبت له اكستنشن بيشد ويرفع, فوت 10 ايام وجالك كوادريسبس بدات تبقى ويك, بدا يخش في افيوجن مش قادر يشد ويرفع بدات تبتدي, يو هاف تو سسبكت انفكشن, يو هاف تو اسبيريت, تبعت بعد الاسبيريت فور سيتولوجي, تبدا انتي بايوتكس. اول ما يبان
قبل الكالتشر او ما يقول لك ان في بكتيريا يو هاف تو جو فور ارثروسكوبيك لافر. اول اسبوعين نعمل باسيف ني اكستنشن، يحط على فوطه كده واتاكد انها بتفرد للاخر، ممكن سندها بالرجل الثانيه وعلى حيطه يتني ويفرد، والفليكشن ممكن يبقى اكتف بس بالرجل مش في الهواء، الكعب على حاجه ما تبقاش الرجل في الهواء. ممكن يبدا يعمل ستريت ليج ريزنج بس مش والرجل كده وهو لابس الاموبيلايز، هيدي لانه انا عاوزه يرفع وهي مفروضة اخر، لو مش ملبسه ده فكت منه رد، فلازم هو لابس الاموبلايزر لوك فول اكستنشن لو كان هينج ني بريس. لو مش قادر يشد ويرفع الاول يبقى هيحتاج الكتريك ستيميوليشن، قادر يشد ويرفع يبقى ملوش اي دور الكهرباء. بعد كده من اسبوعين لست اسابيع لو هو ستيف مش قادر يثني كويس لازم تعمل باتيلا موبيلايزيشن عشان الباتيلا ما تلزقش في الفيمر، تمسكها بايدك وتحركها ميديال ولاترال، يبدا الماسل سترينثنينج الكلوز تشين اكسرسايزز، وهنقول يعني ايه كلوز تشين، وتبدا البالانسنج اكسرسايزز، ولو قادر يثني فوق ال 100 درجه يبدا يستخدم العجل. وممكن هيوصل 100 درجه ازاي؟ بعد ما تاه الرجل دي اللي عامله العمليه تبدا السليمه تيجي قدامها وتزق لورا وبعد كده العجل لغايه 3 اشهر يبدا يمشي يعمل بالانسنج، وابتداء من 3 اشهر يبدا يعمل جوجينج، على جوجينج مش رانينج يعني جري بالهداوه على ايفن جراوند. بعد 6 شهور بقى يبدا يمشي على ان ايفن جراوند ويغير اتجاهات ويعمل كروسز وتير والسبيسيفيك سبورت اكتيفيتيز. تحريك عشان لما العلاج الطبيعي يبعتوا لك او انت تبعت لهم تحريك الجوينت عموما نوعين، حاجه اسمها كلوزد تشين وحاجه اسمها اوبن تشين. والماسل سترينثنج ايزومتريك يا ايزوتونيك يا ايزو كاينيتيك، طول ما انا الرجل ثابته في حاجه وعامله كومبريشن على الجوينت فده بيدي مور ستابيليتي جوينت وبيدي ستيميوليشن للبروكشن، ده اسمه كلوزد تشين وده اللي تبدا بيه. طول ما الرجل مش ثابته على حاجه عامله شيرنج على الجوينت ونوت ستيميوليتنج البروبريسبشن ده اسمه اوبن تشين، يستحسن ناجل. تقويه العضلات يا ايزوتونيك يا ايزومتريك يا ايزوكاينيتيك، تخيل انك ماسك دمبل في ايدك بتثني ببطء وبتفرد ببطء، وانا بثني البايسبس كونتراكتنج وبتقصر، وانا بفرد ببطء البايسبس برضه كونتراكتنج بس بتطول، يبقى انا عندي تشينج لينث لكن في الحالتين المسل از كونتراكتنج، ده بنسميه ايزوتونيك كونتراكشن. يعني تخيل البنت اللي شايله البار ده على كتافها، لو هي من الوضع ده بتحاول يبقى الكوادريسبس از كونتراكتنج اند شورتنج، ده اسمه كونسنتريك ايزوتونيك. لو هي بعد ما قامت بتحاول تنزل ببطء يبقى سببها الكوادريسبس كونتراكتنج بات لينثنينج، يبقى دي اسمها ايسنتريك كونتراكت. طب اللي ماسك الدمبل وهو بيتني ده قلت له لا امسك الدمبل ثاني كوعك 90 درجه وحافظ على نفسك في الوضع ده، يبقى في اللينث كونستانت وايس كونتراكتنج، اللينث لا بيطول ولا بيقصر، ده بنسميه ايزومتريك كونتراكشن، زي انه يحافظ على نفسه في الثبات في الوضع ده، لا بيطلع ولا بينزل، هي كونتراكتنج بس ايزومتريك. طب لو كونتراكتنج ات ا فيكست يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايزو كاينيتيك، زي لو حاطط له عجله بسرعه ثابته. وفي طبعا ايزو كاينيتيك ماشينز اشكال والوان. اخر حاجه دي اخر سلايد قبل السمري، في حاجه بنسميها فريكوينتلي اسكت كويستشنز، لو انا حصل لي بلو اوت اعمل ايه؟ حصل لي بلو اوت عندي مش هقدر احط انفيرنس سكور، انا رحت تو بوستيريور عملت ما كنتش شايف كويس، او كنت سايب ملي ورحت داخل بانترفيرنس سكرو وضاغط راح مكسور البوستيري كورتكس بتاعي. لو انا هعمل سسبنسوري فيكسيشن مفيش مشكله، انا هعلق على الكورتكس مفيش مشكله. طب افرض انت مش جايز سسبنسوري فيكسيشن، يبقى انا ممكن اعدي نان ابزوربر سوتشرز في بوند اوف فايبر واير، هتطلع من الفيمورال كورتكس من بره ومش هتعلق ببطن، انا ما عنديش بطن، يبقى ممكن احطها على سكرو ووش. طب الاوبشن الثاني ان انا اعمل فيمورال تانل ثاني خالص بدل اللي حصل له بلو اوت، بس مش هقدر اعمل برضه هوريزونت لانهم بيتلفوا على بعض، يا اما هضطر اطلع انتيريور قوي وفي هذه الحاله هبقى مش ايزومتريك، يبقى اعمله فيرتيكال يعني اخش من التيبيا تانل اعمل الفيمورال تانل بوستيريور. ان انا اعمله فيرتيكال بوستيريور كنتائج احسن بكتير من ان انا اعمله هوريزونتال انتيريور. لو عندي جرافت قصيره احنا قلنا ان الاول انسايد دي احد الطرق لان انا ما بحتاجش اعمل تيبيا تانل. السسبنسوري فيكسيشن عموما بتوفر معايا طول لان انا ممكن اتف في التيبيا اونلي 1 سنتيمتر وابقى بطمن على الفيكسيشن بتاعي، عكس الانترفيرنس هحتاج 2 سنتي. البريباريشن اوف ذا جرافت، خلي بالكم انا الجرافت لو انا هختار ان حتت منها تبقى ادخل من حته ثانيه انا ممكن اخلي السنتر ارفع من احنا اتفقنا ان الدايمنشنز نورمالي في الفيما والتيبيا اكبر من السنتر. طب لو انا والمنظر ده بنشوفه في الفيمر ولسه التيبيا وبتني وافرد، المفروض ان انا الاقي الجرافت طولها ما بيتغيرش، في ساعات وانا بتني وافرد وافرد الاقي الجرافت
طولت جدا قالت لي لا جرافت شفت لجوه. ده معناها ايه؟ معناها ان الديتي البوينتس بتاعتي غلط. لما بتحط جرافت ان اناتوميك بوينت ات از ايزومتريك. يعني ايه ايزومتريك؟ يعني طولها ما بيتغيرش والتنشن بتاعها ما بيتغيرش ثرو اوت ا سيرتن رينج اوف موشن. لو عمال طول يتغير مع الثاني والفرد يبقى انا مكان التانلز بتاعي غلط محتاج ارجع. لو طويله بعد ما خرجت اقدر اعمل فيكسيشن، ممكن احط هنا ستيبلز. لو حضرتك في الفيمر الان ممكن تعمل دبل فيكسيشن، ممكن تعمل سسبنسري فيكسيشن وترجع تزود انترفيرنس سكرو. مش مشكله. ان سمري وانا بعمل اس ال ريكونستراكشن دونت مس اسوشيت انجريز مع الاس ال ليجمنت انجريز اي مين منسكال طبعا. دو اناتوميك ريكونستراكشن اللي في ايدي ان انا احط السنتر اوف ذا تيبيال اند فيمورال فوتبرنتس. نو هاو تو هاندل ذا كومبليكيشنز. ما ينفعش ابقى بعمل اي سي ال ستريت فورورد، لكن لو حصل مني بلو اوت جرافت اتقطع مش عارف ايه ما بعرفش اتصرف. اند هاف بروبر سوبرفايزد ريهاب. العيان هيروح لعلاج طبيعي، انا بوديهم اسبوعين، اول اسبوعين انا اللي بعلمهم التمارين، لكن لازم ابقى متابع وعارف هو بيعمل ايه، ما يروحش يخلي ويرجع لك وهم هناك يعملوا له اللي هم عاوزينه. لازم يبقى انت كاتب لهم ومتابع معاهم ايه اللي بيحصل. انا خلصت كده، يعني اعتذر عن الاطاله. و كعاده يعني انت يعني بتتالق مره عن الثانيه. ربنا يكرمك يا دكتور اسامه، ينفع بيك وبعلمك يا رب. بس انا بنوه لانك في وسط المحاضره اتكلمت عن الاي سي ال ريكونستراكشن سكيلي ماتيور بيشنتس، بقول او ببشر كافه الساده الزملاء ان الاستاذ دكتور وائل نصار بيجهز لهم محاضره او هي جاهزه اوريدي عنده الحقيقه، وان شاء الله يعني هنوفيكم بالميعاد المحاضره بتاعته ان شاء الله. يوم الاثنين الجاي ميعادنا مع الاستاذ دكتور محمد عبد الرحمن، هيتكلم عن البيوبسي برينسيبلز. الميعاد بتاعنا ثابت انتوا عارفين الاثنين وجمعه، والدكتور محمد ماشي في السلسله بتاعته كل يوم اثنين ان شاء الله، لغايه بس ما الاستاذ دكتور عاطف يجهز الاسئله، على الكيو اند اي. اسمح لي بس دكتور ماجد في كام سؤال عندي كده اهو. اول سؤال، انا كان عندي حكم دولي معايا وعنده كلينيكال وبالام ار اي كومبليت تير في الاي سي ال، وكان حكم دولي مساعد يعني الحقيقه، بس ما كانش عنده اي كومبلينت خالص، وكان بيتمرن عادي وبيجري في المطوشه بتاعته عادي خالص، وكان يعني ليت سيرتس. فالحقيقه انا نصحته انه بدل ما فيش مشكله ما فيش كومبلينت ما يعملش حاجه، ما يعملش عمليات. فهل انا اتخذت معاه القرار السليم ولا كان يعني حضرتك تختلف معايا في حاجه زي كده؟ هو القرار يعني ممكن نعتبره سليم، بس لازم عارفين ان الانجرد اي سي ال حتى لو مش سيمتوماتيك ات كاريز ان انكريز ريسك ان يجي له بعد كده منسكال تيرز، والمنسكال تيرز دي هي اللي هتؤدي الى ارثرايتس بعد كده. فيعني وانس ان انا حصل وكتير بيجي لنا عيان ما كانش بيشتكي من حاجه في الاي سي ال وبعدين يجي يشتكي مثلا من ميتال جوينت لاين بين، نكتشف انه قطع المنسكس. لو ده حصل يبقى حضرتك هتحتاج تعمل كل اثنين. والحمد لله لغايه دلوقتي كان ربنا ساترها معايا. طيب تمام. البارشال تير اس ال حضرتك يعني بتدخل ولا لا؟ ولو عملت له اوجمنتيشن مثلا بتاخد يعني تو تندونز ولا ما بتدخلش؟ البارشال اس ال بعمله وانس ات از سيمتوماتيك، وانس ات از سيمتوماتيك، واحنا شفنا انه بيبقى تريكي الحقيقه، تريكي في الام ار اي وتريكي في الاكزامينشن، يعني حتى وانت بتفحص العيان ما هياش الانستابيليتي اللي انت عاوز تلاقيها. بس العيان سيمتوماتيك وشكل الام ار اي فايتس انديكيت، يا اما كوادروبل يا اما ممكن تاخد تي بس وتعمل تريبل، ودي عاده لما ناخدها تريبل الطول بيبقى يعني من 8 ل 9 فايتس اناف. ناخد كوادروبل عاده بيبقى معانا طول اطول من اللي احنا محتاجينه بنشيل سياده، فالاثنين ينفعوا يعني. هيبقى يعني اقل من 7 زي ما حضرتك قلت. لو تريبل سيمي تي لا، لان السيمي تي اتخن بكتير من الجراس. ممكن تريبل تي تمام. كنت في المانيا وقالوا لي ما تستعجلش على اللعيب في اللي عمل ال ريكونستراكشن، حتى لو انت شايفه ان هو كويس لا لازم انت يعدي 6 اشهر، يعني ساعات بيبقى لعيب 4 اشهر وبيقدر يجري بيعمل فينتات وبتاع 4 شهور 5 شهور. قالوا لي بارك لا استنى ما يعدي 6 اشهر واصبروا عليه، مفيش داعي للاستعجال. فهل حضرتك بتتفق معاهم ولا ليك راي ثاني؟ لا هو حسب كان بيعمل ايه في ال 6 اشهر دول يا دكتور. يعني هو لو انا بقى وصل لمرحله انه بيعمل الكروسس بيعمل السنجل ليج هوب ما عندوش سنس اوف انستابيلتي لا هيقدر يرجع بدري عن كده. يعني هي مش قصه وقت، قصه ريهابليتيشن بروجرام. وانس ان انا عملت جود ماسل سترينثنينج وجود ريستوريشن اوف ذا سنس اوف بوزيشن اوف ذا نيه يقدر يرجع.
حتى لو 4 شهور. حتى لو 4 شهور. طب ساعات بيقابلك وبيقابلنا بصراحة كلنا عيان وميبي نو بروفيشنال اسليت، بس صراحه مش الاغلبيه في النورمال بوبليشن، يعني الكوادريسبس ماسل شغال في الجيم ويقعد بالسنه وبال10 شهور وب8 شهور وهي برضك فيها ويستنج ومش لاقي لها حل خالص. فايه راي حضرتك، يعني ايه السبب رغم ما فيش كومبليت، لكن الماسل لما تيجي تقيسها يعني بالكومباربل للاذر سايد بتلاقي ان الماسل ويستد. ده عمل ولا ما عملش يا دكتور اسامه؟ شغال في الجيم. لا يعني عمل اي سي ال ريكونستراكشن ولا ما عملش؟ طبعا انا بتكلم على بوست اي سي ال ريكونستراكشن. بص هو بشوفها الحقيقه، بس انا يعني اي ثينك لو بالذات لو واخد يعني مش واخد حتى الكوادريسبس تندون ما بتطولش قوي كده. احد الاسباب ان ممكن يكون حد عمله الكتريك ستيميشن بزياده فادى الى ماسل فايبرس، لكن اذروايز عشان كده العيان اللي قادر يعمل اكتف اكسرسايز ما فيش اي سبب انه يعمل الكتريك ستيميشن. تمام. تعاطف بيه يا احمد جاهز؟ اه يا حبيب قلبي طبعا. طب اتفضل ساعتك المناقشه. طبعا دكتور على المحاضره الرائعه، زي ما حد قال لنا outstanding presentation، وهي فعلا كده يا ماجد، مش محاضره تقليديه خالص. سميح حلاوة بيرسل لها حياته وبيشكر جدا في الله يسلمك المحاضره. فانا شايف ان اللي جاي كمان هيبقى امتع، ان انا شايف كم اسئله فظيع ومعظمها اسئله تو ذا بوينت يعني. فانت هتبتدي تشوف الاسئله عندك عند كيو اند اي يا ماجد وتجاوب، واللي تم اجابه كده ما بنكرروش او اللي انت قلته في المحاضره. اول سؤال، هاو ميني مليمترز ذا اي سي ال از فروم ذا بي سي ال اون اتس تيبيال انسرشن؟ لو هو هيقيس من البي سي ال 5 مليمترز. بس الحقيقه يعني الطريقه بتاعه زي ما انا وريتها كده، احنا هي دي الطريقه اللي دايما بستخدمها بتاعه تاثر المينيسكس. لكن لو هو هيقيس من البي سي ال، ده القياس من البي سي ال. وات اباوت ذا بايفوركيت ريدج؟ هي بايفوركيت ريدج ده ريدج ات ان انجل لللاترال انتركوندايلر ريدج، كنا بنستخدمه ايام ما كنا بنعمل الدبل باند عشان يفرق ما بين الانتروميديال والبوسترولاترال باندلز. لكن احنا دلوقتي وي جو ان سنتر اوف ذيس اريا، ما عدناش بنعمل الدبل باند، فالبايفوركيت ملوش دور في الاناتوميك single bundle reconstruction. ده دوره في البندل reconstruction، احط فين الانتروميديال واحط فين البوسترولاترال على الفيمورال سايد. الميكانيزم اوف ايز انترنال اور اكسترنال روتيشن اوف ذا تيبيا؟ الانترنال روتيشن هتيجي في الفيمر والاكسترنال. ماشي كده يا دكتور عاطف ولا الاجابات عشان هو بس؟ لا طبعا احنا عايزين اجابات زي ما انت بتقول كده بالظبط، مش هنقول تاني ديسكفرات يعني. المهم الاجابه بتكون شكل ال جيد ريكونستراكشن. ات نيدز ريكونستراكشن طبعا، يعني ده اللي انا بقوله. مش كل الاي سي ال انجريز بتبقى ستريت فورورد في الام ار اي، لكن التريكي بارش اي سي ال وانس سيمتوماتيك ات نيدز طبعا سيرج. يو بريفير تو تيك ام ار اي وذ سلايد انترنال روتيشن اوف ذا لوور لينك تو برينج ذا اي سي ال انتو ساجيتال بروجكشن؟ انا ما بعملش كده الحقيقه، ويعني اي ام نوت اوير بالمعلومه دي، يعني هي كويسه كفكره بس انا يعني ما بستخدمهاش. في دكتور محمد جمعه، محمد جمعه باشا، most companies have an offset device 7 مللي from the posterior condyle. Any thoughts comparing this to your 2 مليمتر free hand offset؟ هو في الحاجه بنسميها الاندوفيمورال جايد. الاندوفيمورال جايد ده بيبقى ليه شفه كده بتتعلق ورا الفيمر في الاوفر ذا توب بوينت، وفي مسافه بينها وما بين الهول اللي هيخش منه الجايد واير، في منها 6 7 8، بحيث ان انا ابقى عارف انا بيني وبين الاوفر ذا توب قد ايه بلو اوت. هو الحقيقه طالع اساسا استخدامه وقت الترانس تيبيال دريلنج اوف ذا فيمورال داي، ممكن استخدمه ترانسبورتر ما استخدموش. انا بحب اشوف اللاترال انتر كوندايلر ريدج فين وابقى انفير بيه، لكن يو كان يوز ات يعني ما فيش مشكله خالص. دكتور وائل سمير البحيري، in which position you do the femoral tunnel through accessory anteromedial؟ احنا اتفقنا ان احنا هنتني الركبه واحنا بنعمل الفيمورال تانل، هنتنيها 120 درجه، يعني لو مش توصل ل 120 لازم تبقى اكتر من 100. في طريقتين، يا اما انا عاده بشتغل واقف ببقى معلي الترابيزه للاخر وحد بيتني لي الركبه 120 درجه. يعني تقدر تطلعها على الترابيزه وتتني الركبه وتشتغل في فيجر فور. انا بشغلها فليكشن والركبه دانجلنج، ان انا بشتغل لا بحط صداده ولا حاجه، مجرد بطلع بره الترابيزه. لكن دي طريقه ودي طريقه والاثنين واقفين طبعا الدور واقف. المهم ان انا ابقى تاني في 120 درجه.
دكتور عمرو عبد الهادي to use the same graft thickness of ACL augmentation. الحقيقة أنا بستخدم quadruple graft complete. إن في bundle ماسكة وأنا بعتبر إن اللي ماسك ده أنا سايبه mainly for collagen fill and proprioception. والتانية بعتبرها إن هي الأساس. ما بعملش graft أصلا. وإحنا اتفقنا إن هي مش bundle وbundle. هي partial injury يعني عادة بتبقى راحة ورا. مش هنعتبر إن bundle ماسكة وأنا بعمل بال تاني. How do you avoid cyclops lesions when you keep the ACL stump? بعد ما بعدي الـ ACL لو انا شايف anteriorly يعني tissues prominent يعني انا بلسحهم كده بالراديو فريكونسي عشان يهبطوا بس شويه. In revision which site to insert your graft and how to fix in both. طبعا الريفيجن ده قصه طويله لازم نشوف نعمل سي تي ونشوف الفيمورال والتيبيال تانلز اصلا هما فين, في تانل وايدنينج ولا لا, هل هم بعيد عن المكان اللي انا عاوزه ولا هم في مكان وايدند جدا لدرجه ان انا ممكن احتاج اعمل بون جرافت. لكن دونت كومبرومايز انك تبقى اناتوميك يعني لدرجه انك ممكن تعمل المون ستيج بون جرافت ريرلي يعني مش ده القاعده وترجع تشتغل تاني. لكن في الاخر هي نفس بسهوله في التيبيا عشان نسهلها يعني انا هطلع في الاناتوميك بوينت اللي انا عاوزه حتى لو تو تانلز هيفتحوا على بعض بس الانتري بوينت من الانتيريور تيبيا الكورتكس اللي انا داخل منها باخدها بعيد عن الاصليه يعني روح عاده فار ميديال وهو كان رايح فار ميديال هاجي هنا ناحيه التيبيال كريست بحيث ان بدايه التانل من الانتيريو تيبيال كورتكس تبقى بعيده خالص عن اللي معمول لما اسحب الجرافت يقدر الانترفيرنس سكرو بتاعي يمسك كويس. في الفيمر لو كانت في جرافت محطوطه انتيريور ومثبته بمسمار انا بسيب المسمار لو اقدر اجي وراه لان لو شلته هيبقى البون بريدج بين التو تانلز هيضعف وممكن يفتحوا على بعض. السوليوشن بوستيريور وول بلو اوت اعتقد ان احنا قلناه. لو سمحت كان في طريقه تصليح الغضروف الداخلي مع الرباط الصليبي بعد ما يخلص يعني لو احنا يعني ده موضوع تاني لو احنا بنعمل منسكا ريبير مع اي سي ال عاده بعمل منسكا ريبير اوت ريبير هنعدي الغرز كلها في المنسكس دي اول حاجه الغرز طالعه لبره وما بنعقدهاش وبعدين نخلص كل الاي سي ال الفاينل تايتنينج وبعدين نربط الغرز بتاعه المنسكا من بره يعني. Don't you do close the chain. ما احنا طبعا اتفقنا ان close the chain exercises بالنسبه لل في الريهابيليتيشن it is safer وبتعمل stability اكتر وكمبريشن على الجوينت وستيميليت البروبيوسبت. ايه الريليشن بين هاي تيبيال اوستيوتومي واي سي ال ان؟ الريليشن حاجتين. لو انا اوريدي هعمل هاي تيبيال اوستيوتومي عشان في فيروس وبدا يحصل تشينجز في الميديال كومبارتمنت مع الاي سي ال بعمل الاثنين او لو انا عندي increased posterior tibial slope هيؤدي الى فيريال في الاي سي ال ستراكشر وعاوز اقلل التيبيال سلوب. سؤال ثاني على البلو اوت احنا قلناه. اسال على بوزيشن اوف لي انا بعمل الدريلنج فيمورال تانل من الانترميديال بورتر احنا لغايه 120 درجه. ويل يو دو اي سي ال ريكونستراكشن ان ا بيشنت وذ شم يعني ايه باسيف انستابيليتي يمكن قصده اكزامينشن نو كلينيكال انستابيليتي ام ار اي بوزيتيف فور هو العيان اكيد فيه شكوى عشان كده جه وكشف وعمل الام ار اي. عيانين البارشال اي سي ال انجري عاده الام ار اي استريكي بس بيقول لي ان في انجري الاكزامينشن مش اللي هترضيك قوي اللكمه بيبقى في اند بوينت الدرور هيديك بلس 2 بس العيان هيقول لك انه في اتجاهات معينه يجيب وي يقول لك مش كتير بس بيحصل يعني it is indicated لو يحصل occasional giving way. في الاول انسايد تكنيك بتعمل الفيمورال تانل ازاي بنعمله اوت ان زي ما وريته في الاول ابيفيزيال يعني الجايد يبقى البوزه بتاعته التيب هي اللي من جوه والبولت هي من بره والدريلنج فروم ان وي نيد ا ليكتشر اباوت مالتي ليجامنتس انجريز ده موتر اسامه ديسيجن ميكينج وذ اوفر ويت اكتيف بين طبعا ده يعني قصه بتبقى بايخ تحاول تتهرب بس عيان يعني ساعات بيجي لك عيان 120 130 كيلو في منهم بيبقوا العيال بتوع الجودو ومش عارف ايه وفي منهم بيبقوا مش بس عيان صغير وعنده ديفينيت جيفنج واي لو سبته بيقع وهو ماشي يعني if it is your bad luck you have to do it I will go for a patellar tendon graft not a hamstring. ويتو اعتقد بيتكلم على ال LCL مع ال ACL بيعمل مين الاول اللي انا بعمله ان احنا هنعدي الجرافت في الفيبيولا وبعدين هنعديها في الفيمورال تانل ده اللاترال كولاترال يعني هنعديها في الفيمورال تانل واسحب الخيط فروم لاترال تو ميديال واعمل لهاش الفاينل بالسكوب وبعدين اكمل كل الاي سي ال وبعدين اعمل الفاينل تايتنينج بتاع
ال سي ال. طبعا وانت بتعمل ال سي ال الفيمورال تانل بتاعك خده دايركتد بروكسيمال عشان ما يفتحش على التانل بتاع ال سي ال. الروتيشن اوف ذا كرافت يو سبليتد اند روتيتد، هم اصلا سبليت، انا بستخدم تو تندونز فببرهم على بعض. اي سي ال تير ان بايكوندايلر تيبيال كاتو فراكشن، ده سؤال صعب قوي. يعني في جميع الحالات لو احنا بنتكلم على اي سي ال مش تيبيال امينس ابلشن يعني، ولو ان احسن لو بايكوندايلر هيبقى تيبيال امينس ابلشن تعملها في نفس وقت الكسر. غير كده مفيش ليجمنت ريكونستراكشن غير لما الكسر يهيل تمام. سلانت اوف جراف انتيبيا فيمر اند انسايد ذا جوينت حسب طول الجوينت، بس هو في حدود 3 سم. الليست في الفيمر عاده السسبنسري فيكسيشن بيقولوا سم. في لو هتستخدم انترفيرنس سكرو السفر تو جو فور 20 ملم. في تيبيا لو هتستخدم انترفيرنس لازم هيوصل لغايه التانل عشان تعرف تتاكد الانترفيرنس لغايه الانتيرو كورتكس، يعني عشان تتاكد الانترفيرنس سكرو مس. اذروايز في السسبنسري فيكسيشن هيبقى نفس القاعده زي الفيلم. ايج ليميت فور اي سي ال ريكونستراكشن فيري جود كويستشن. واحنا الباب كانوا بيعلمونا ان فوق 40 سنه ما يعملش اي سي ال. طبعا القصه قصه سيمبتومز، قصه اكتيفيتي، وقصه هي ارثيتك جوينت ولا لا. انا عملت لواحد اباف 60 كومباين اي سي ال ال سي ال ريكونستراكشن، هايلي انستابل اكستنتلي، راجل بينزل يجري كل يوم. فيعني هي مش قصه سن، هي قصه ركبه واكتيفيتي. از ذير، هو بيسال في دكتور بيسال على سسبنس فيكسيشن، يعني كروسنج بينز بتعدي جوه الفيمورال تانل من انتاج شركه معينه يعني. بيقول لي از ذير تيلا رول، ات از ا فورم اوف سسبنسري فيكسيشن، مش لازم تبقى لوب وبطن على الكورتكس، ممكن تبقى البوليتس اللي بتعدي سواء ميتال او بايو او بيك دلوقتي اللي هي بتتعلق عليها الجرافت بس هي معديه جوه الفيمورال ليها دور. طب البريس فيت تكنيك، البريس فيت تكنيك كان في عندنا رساله فيكم نشرها، هو نتائجه اتس نايس. بيحتاج بس الالات اللي بتاخد بيها الفيمورال بلاج نتائجه كويسه، بس يعني اي فيل مور سكيور مع الفيكسيشن ديفايس الحقيقه عن ان انا ازنقها بعظمه، لكن نتائجه كويسه بس اي دونت دو ات اني مور. يعني كنا عملنا شويه حالات بي سي ال واي سي ال دي بوث ريكونستراكتنج ذا سيم سيشن ديفينتلي لو هما بس بي سي ال واي سي ال. وطبعا هتبدا بالبي سي ال الاول لان الاي سي ال هيسد عليك السكه. لو كل الليجامنتس مقطوعه انا بعمل الكولاترالز والبي سي ال، يعني اقفل الركبه داير ما يدور من بره وامنع البوستيريور ساك. طبعا بي سي ال لازم يتم، مفيش اي ليجمنت ريكونستراكشن هينجح والركبه فيها ساك، فهعمل بي سي ال والكولاترالز مع بعض. وعاده بسيب الاي سي ال لليتر سيشن، وكتير ما بنحتاجوش لما بيبقوا كلهم مقطوعين وعملنا كله الا الاي سي ال. هاو كود يو ستارت اوبن تشين اكسرسايزز، العيان لابس الجبيره وبيشد ويرفع، ما دي اوبن تشين اكسرسايز. حد بيسال عيان لو عنده اي سي ال ومنسكال تيرز نقدر نعمل كله مع بعض؟ ده نتلاقي نعمل كله مع بعض. ما هو يعني احنا عشان نبقى متفقين، ما ينفعش اعمل منسكال ريبير في انستابل نيت والديفينتلي فيل، ومش اكيد مش هعمل اي سي ال واسيب له المنسكال تير. افضل فرصه للمنسكال ريبير هي انه يتعمل ان ذا سيم سيشن مع اي سي ال ريكونستراكشن. فاف ات از ريبيرابل تير، ما هوش يعني حته ريديال صغيره او فلاب او كده، ديفينتلي هنسوشيت مع الاي سي ال ريكونستراكشن في السيم سيشن، وهي دي افضل نتائج. دو يو بريفير ادجستبل اور فيكسد لوب سسبنشن ديفايس؟ يعني هو ده سؤال الحقيقه يعني هيبقى راي شخصي، ما مش بيزد على حاجه. اي بريفير فيكس لوب، بحب احسب الطول واستخدم الفيكس لوب لان دايما عندي هاجس ان الادجستبل لوب يريح سن. لو ريح سن ايفن 1 او 2 ملم ايكوالز، رغم ان انا لما بستخدم الادجستبل لوب بعد ما يعني بشده وبعدين اعمل السايكلينج وبعدين اركب التيبيال انترفيرنس سكرو وبعدين ارجع اشده تاني، بس برضه ببقى خايف انه واللوب طول ولو ملي الجرافت هتبقى لاكس. بالتنشن الجرافت كارج احنا قلناها فروم 0 تو 30 اي دوت ان فول اكستنشن، لكن كل ده اكسب. بيشنت وذ ارثريتك ني اند انستابيلتي، الحقيقه ده سؤال صعب، لكن if we are talking about a young patient with instability I do ACL. I believe طبعا زمان كانوا يقولوا لنا انا بتعمل ACL reconstruction هيخلي الركبه مور تايت وهيزود الارثريتس. هي مش هتبقى مور تايت، هي هتبقى مور ستيبل الحقيقه. فلو عيان صغير سن فار بعيد عن ان انا اعمل له ارثروبلاستي، طبعا هعمل له سي ال لو انا ستيبل وده هيكسب لي. طبعا لو الانستابيلتي اون وان كومبارتمنت زي الميديال كومبارتمنت يبقى هعمل له سي ال مع هايبرستيو. انا كده خلصت اعتقد كل الاسئله غير لو حاجه وانا بجاري في الدكتوراه. ربنا يخليك يا ماجد. لا احنا جاوبنا كده على كل الاسئله، وطبعا في انتظار ان شاء محاضرتك القادمه احنا لسه ما حددناش، هنتفق انا وانت والدكتور اسامه هنشوف ممكن نتكلم مع ايه،
لكن it is outstanding presentation. شكرا ليك. شكرا جزيلا. مرة تانية بشكر طبعا دكتور أسامة وقسم العظام بمستشفى النيل وشركة إلكزير، ونشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم.